السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من زملكاوي. لكم في ضيف عليكم لتالت حلقة إن شاء الله، نكون ضيوف خفاف على حضراتكم إن شاء الله. النهاردة في فقراتنا الحوارية هيكون معانا في الفقرة الأولى نجم نادي الزمالك السابق كابتن شريف أشرف، نجم الخلوق هيشرفنا وينورنا في أولى الفقرات، كلام فني مهم معاه إن شاء الله عن نادي الزمالك وعن مشوارنا الزمالك في البطولة العربية. هيكون معانا كمان النقاد الرياضيين عبد اللطيف فوزي وهيثم عويس اللي هيشرفونا وينورونا في الفقره الثانيه، وكلام كتير قوي عن نادي الزمالك واحصائيات هتكون متواجده في الفقره دي. عايز اتكلم معاكم وابدا كلامي طبعا عن بدايه نادي الزمالك القويه جدا في البطوله العربيه، يمكن نتيجه نادي الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي كانت اكبر نتيجه في اولى الجولات بالنسبه لدوري المجموعات لدوري أو بطولة الأبطال العربية أو بطولة العربية أو بطولة كاس ملك سلمان. طيب في حاجة مهمة قوي، في ناس شايفة إن نادي الاتحاد المنستيري التونسي ده كان خصم سهل، شايفين إن ده كان يعني عادي إنك تكسب الاتحاد المنستيري 4-0، بعكس كلام نفس الناس قبل كده لما واجهوا المنافس. طيب انت دلوقتي بتتكلم عن ان الاتحاد المنستيري فريق سهل جدا وانك تكسبه 4 ده عادي جدا، وعادي جدا ده ماشي من عنده 12 لعيب وجايب 8 لعيبه فلسه ما انسجموش. خلي الاعلام التونسي هو اللي يتكلم عن ده، انت مش مشارك في البطوله ونادي الزمالك شغلك. طيب يا عم شاغلني في ايه؟ انا بتكلم عادي. لا ما بتتكلمش عادي، انت قاصد تقلل من فوز نادي الزمالك في اولى المباريات في البطوله العربيه. طيب لقينا ناس لو جبت بوستاتهم قبل كده وقارنتها بالبوستات اللي نزلوها بعد مواجهه نادي الزمالك والاتحاد المنستيري هتلاقي فيه الشيزوفرينيا، هتلاقي فيه يعني تضارب ما بين رايه في نفس الفريق، ولكن لما هو كان بيواجهه قال عليه ده فريق قوي جدا، ده من اهم واقوى الفرق في تونس، لكن لما نادي الزمالك واجهه لك عادي يعني فريق ضعيف والفريق سهل ان نادي الزمالك يكسبه. يعني عايزين نقول للناس دي استقيموا، خلي عندكم مبدا كلام عارف صحابه. نقطه تانية برضو، بعد انتهاء مباراه الزمالك والاتحاد المنستيري الناس كلها الزملكاويه كانوا مبسوطين جدا بمعلق المباراه، راجل ادى نادي الزمالك حقه، كان ضيف معانا امبارح عبر مكالمه هاتفيه المعلق الرياضي السعودي عبد الله الغامدي. الراجل قال لك نادي الزمالك يستحق اكتر من كده، يعني انا ما عملتش حاجه غريبه، انا كنت امين في رسالتي الاعلاميه وانا معلق واديت لنادي الزمالك حقه، ده أمر طبيعي جدا. مين اللي متضايق؟ ناس مش على هواها الكلام، ناس مش حابة أن يسمعوا كلمة حلوة عن نادي الزمالك، ده أمر طبيعي، لكن ما تطعنش في الراجل تقول ده الراجل يا عم إيه اللي هو بيقوله ده، لأ ده نادي الزمالك يعني ما يستاهلش كل الكلام الحلو ده، لأ نادي الزمالك يستاهل كل الكلام الحلو وكلام أكتر كمان، ده طبيعي. الراجل قالك أنا أمين مع نفسي، والراجل طوال المباراة ذكر أساطير لنادي الزمالك وقال جماهيرية نادي الزمالك كبيرة جدا في السعودية، ده أمر ما يزعلش حد يا جماعة، الراجل بيقول حقيقة، راجل مواطن معلق رياضي سعودي بيتكلم عن جماهيرية نادي الزمالك في السعودية، ده أمر ما يعيبش حد تاني، ملناش دعوة وانت ملكش دعوة باللي هو بيقوله، راجل بيقول حقيقة عايشها، مضايقاك ليه؟ فده أمر الواحد استغرب له. جمهور نادي الزمالك سعيد بالراجل اللي كان بيتكلم كلمة حق عن ناديه، في نفس الوقت هجوم ضاري على الراجل من جماهير تانية بيقول لك لا عادي يعني ما الراجل كان أوفر يعني في الكلام. لا مش أوفر ولا حاجة، الراجل امبارح ممتن لجمهورية مصر العربية، بيحب مصر، الشعب السعودي بيحب مصر جدا،
فراجل نقل رساله كانت مهمه جدا، رساله محبه للشعب المصري. الراجل قال لك وهو بيعلق على المباراه، كان سعيد جدا وهو شايف لاعبي نادي الزمالك ونجوم نادي الزمالك في ارضيه الملعب، قال انا كنت سعيد وانا شايف المباراه دي وكنت محظوظ ان انا بعلق عليها. انت ده يضايقك في ايه؟ نادي الزمالك كان موفق جدا، اللعيبه كانت مركزه جدا في مباراه الاتحاد المنستيري، فكان امر طبيعي جدا ان هم يكسبوا. سوريو بعد المباراه، انا عايز اقفل بس الحته دي بان يعني خلي كل واحد يقول اللي في نفسه، بلاش حته تكميم الافواه دي. راجل بعيد عننا تمام، راجل سعودي، راجل سعودي شقيق محترم بيقول كلمة حق. انت مش طايق ان هو يقول كلمة حلوة عن نادي الزمالك، دي حاجة تحزن ودي حاجة ترجع لك، ده امر. امر تاني ان اسوريو خلاص قفل صفحة الاتحاد المنستيري بعد المباراة على طول، قال لك لازم نركز في مباراة الشباب السعودي. فريق الشباب السعودي فريق قوي جدا لا يستهان به ابدا، يعني الناس كلها مركزة على النصر وإن الشباب أقل من النصر، لا، فريق الشباب كمنظومة فريق مرتب جدا في أرضية الملعب، فأنت هتقابل خصم قوي جدا إن شاء الله في مباراة بعد بكرة، المباراة الثانية في دور المجموعات في البطولة العربية. فبإذن الله اللعيبة تركز، يلتزموا بتعليمات أسوريو زي المباراة الأولى، إن شاء الله ربنا يكلل المجهود ده بالفوز ان شاء الله على الشباب، وتبقى حطيت رجلك كده وانت مطمن في الدور الثاني لهذه البطولة الصعبة والقوية جدا جدا، ده امر. في حاجة تانية حابب برضو اتكلم عليها، فكرة التعتيم الاعلامي نادي الزمالك، ودي اتكلمنا عليها اول امبارح. نادي الزمالك بيمثل مصر في بطولة عربية، فين مساندة النادي المصري ده من وسائل الإعلام بقى؟ أنت بتتكلم دلوقتي عن باقي وسائل الإعلام في تعتيم كبير جدا. طب نادي الزمالك كسب أول مباراة 4-0 في بطولة عربية هو ممثل مصر فيها، اتكلم عن الفوز ده، يعني أثني على الفوز اللي عمله نادي الزمالك في أول المباريات. احنا مش لاقيين اي حاجه من الكلام ده. طبعا كل الاعلاميين كلهم اساتذتنا يا سيدي وكلهم فوق دماغنا، ولكن الامانه المهنيه اهم من اي اعتبارات تانية. نادي الزمالك بيلعب اديله حقه، عارفين ان انت ممكن تكون منتمي لنادي تاني، ولكن الامانه المهنيه تحتم عليك ان انت تتكلم عن نادي الزمالك وتديله حقه، ده امر طبيعي. محدش هيقول اللي اتكلم على نادي الزمالك اهو ده بص ده في قناه ايه، لا، نادي الزمالك بيمثل مصر، طبيعي جدا تتكلم عليه وانت نافذه محايده بتنقل بامانه كل شيء عن الكره المصريه وممثلي الكره المصريه. ده امر كان مهم جدا جدا ان احنا مش شايفين اي اهتمام اعلامي سوى من قناه نادي الزمالك، هي النافذه المهتمه بكواليس نادي الزمالك ونتائج نادي الزمالك وبعثه نادي الزمالك في السعوديه. ده امر مهم جدا ونقطه مهمه جدا برضو حبيت اكلم حضراتكم فيها في بدايه الحلقه. دلوقتي معانا من المملكه العربيه السعوديه الاستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومه الاعلاميه بنادي الزمالك. يا استاذ مصطفى مشرفنا ومنورنا كالعاده، ورسائلك دايما الوافيه من السعوديه. حابين حضرتك تطلعنا النهارده عن نادي الزمالك، كواليس الفرقه النهارده والبعثه. اهلا بيك يا استاذ احمد، وان شاء الله بالتوفيق لنادي الزمالك. طبعا عنده مباراه مهمه جدا وقويه مع نادي الشباب السعودي، فريق محترم، فريق قوي، فريق بيضم نجوم على اعلى مستوى. يمكن زي ما حضرتك قلت في الانترو دلوقتي ان فعلا فريق الشباب يعتبر من اقوى فرق المجموعه،
يمكن اقوى من النصر رغم كل النجوم اللي موجودين فيه. يمكن شفنا اداؤه الكبير جدا قدام النصر السعودي في المباراه اللي انتهت بالتعادل وكان ممكن هو يحقق الفوز فيها. فاللعيبه كلها تركيز كبير جدا على المباراه وهم عارفين اهميه هذه المباراه والجهاز الفني بيحضر لها كويس. طبعا يمكن شفنا المدير الفني راح امبارح الاستاد واتفرج على المباراه ودون كل الملاحظات الخاصه بيه. ويمكن النهارده كان التدريب صباحي رغم ان المباراه كانت امبارح، كان التدريب صباحي النهارده اتدرب في الجيم الاول 11 لعيب اللي هم كانوا متواجدين في المباراه اتدربوا عملوا عمل استشفاء تحت قياده الدكتور محمد اسامه طبيب الفريق ومعاونيه النشطاء. و 14 باقي اللعيبه او 16 لعيب كانوا متواجدين في ملعب عكاظ الساعه 8 وربع وبدا التدريب الساعه 11. عملوا تدريب قوي تدريبات بدنيه الاول وبعد كده عمل تقسيمه قويه تحت اشراف اوسيريو نفسه. يمكن يعني عايز اقول طبعا اني النهارده كانت يمكن كان في مشكله بالنسبه للجيم بتاع الفندق النهارده. يمكن نادي النصر كان مستحوذ عليه عاملين له حراسات ممنوع اي حد يروح او كده. طبعا فنادي الزمالك اعترض كابتن عبد الواحد السيد وكابتن جمال عبد الحميد طبعا رئيس البعثه استدعوا مسؤولي اللجنه المنظمه المنسق العام المغربي الاستاذ مصطفى. يمكن حضر الفندق النهارده وعملوا معاهم اجتماع وكان معاهم احمد حسني طبعا المدير الاداري واتكلموا في هذا الامر. تم الاعتذار لنادي الزمالك، الزمالك نادي كبير نادي صغير يمكن بيشارك في بطوله زيه زي فرقه موجوده هنا، ما فيش حاجه اسمها اهتمام بفرقه او فرقه ثانيه لا. وتم استدعاء اداره الفندق وتم التنسيق على تحديد مواعيد، المواعيد اللي حددها نادي الزمالك تكون متوفره له زيه زي بقيه الفرق الاخرى وحل وتم حل المشكله فورا وانتهت تماما. يمكن برضك عايز اقول خبر تاني بالنسبه لابراهيم رضاي، يمكن كنت مع الدكتور محمد اسامه سالته دلوقتي عليه فكان طبعا هو تحت الملاحظه بعد اصابته طبعا في الفك امبارح في اثر اصطدام باحد لاعبي فريق اتحاد المنستيري التونسي. خلاص هو حالته كويسه جدا وهيشارك في التدريبات بكره، ويمكن هو عمل تدريبات النهارده في الجيم استشفاء مع باقي اللعيبه وحالته كويسه وخلاص. يمكن الفك كان وارم خلاص الورم راح وهيكون متواجد في التدريبات. نفس الشيء بالنسبه لامامه برضك جاهز، كان حاسس بشد بسيط كده لكن الحمد لله بقى تمام ويشارك بكره في التدريبات. ويمكن مستنيين طبعا البطاقه الدوليه للاتحاد السعودي يمكن هيبعتها للاتحاد المصري ويكون جاهز للمباراه عليهم الاثنين يكون ان هو يقدر ان هو يشارك في المباراه. عايز اقول برضك كابتن خالد لطيف امين السنون يمكن ابلغنا دلوقتي ان طبعا المستشار مرتضى منصور على تواصل دايما مع البعثه ودايما بيحاول ان هو يحل كل المشاكل الخاصه بالبعثه، بيحاول يوفر موارد ماديه للبعثه رغم الحجز على نادي الزمالك ورغم الخنقه اللي فيها نادي الزمالك. يمكن انا بوجه رساله للمسؤولين، يعني انتوا دلوقتي نادي الزمالك ده بيمثل مصر بيشارك في بطوله عربيه بيشارك فيها اكبر فرق، يعني الحجز الموجود على النادي دوت بيعوق حاجات كثيره جدا. فهو قال لي طبعا مستشار مرتضى منصور رغم كل الظروف الصعبه اللي بيمر بها نادي الزمالك ورغم ان النادي محجوز عليه بيحاول بقدر الامكان ان هو يوفر موارد ماليه للبعثه عشان المشاركه في البطوله العربيه عشان نظهر بالصوره المشرفه وما نحتاجش اي حاجه. فكله طبعا هو يمكن قال لي ان انا اوجه الشكر للمستشار مرتضى على المجهود الكبير اللي هو بيبذله. يمكن كمان ان يمكن بكره هيبقى في مؤتمر صحفي الساعه 12 الظهر بالمركز الاعلامي بالمدينه الرياضيه لمستر اوسيريو، وبعده هيبقى في مؤتمر صحفي للمدير الفني لنادي الشباب. وبكره التدريب ان شاء الله هيبقى الساعه 6 في ملعب القاز وده التدريب الاخير. وطبعا هو كان المفروض ان هو يتدرب على ملعب الملك فهد ولكن طبعا نظرا لاقامه مباريات المجموعه الاولى على هذا الملعب فهيتدرب في ملعب القاز. كل اللعيبه جاهزه هنا، كل اللعيبه مركزه، كل اللعيبه عندها اصرار وتحدي ان هم يحسموا مباراه الشباب. مباراه الشباب دي هتكون حاسمه بالنسبه للفريق لانها ان شاء الله باذن الله تعالى هتكون هي البوابه للتاهل للدور الثاني. مش عارف يمكن وفي حاله تفاؤل ان الزمالك ان شاء الله ممكن ان هو يكون اول مجموعه باذن الله تعالى ويبقى في الطائف. هو معروف طبعا ان المركز الاول يكمل في الدور الثمانيه هيبقى في مدينه الطائف اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي، ولكن في حاله الحصول على المركز الثاني هينتقل لمدينه ابها. ومدينه ابها يمكن بعيد عن هنا بحوالي 6 7 ساعات بالاتوبيس. فكله طبعا بيامل ان الزمالك ان شاء الله يحقق المركز الاول في هذه المجموعه بعد المستوى الرائع اللي ظهر بيه. طبعا كمان في كمان يمكن اعلنت رابطه المشجعين الموجوده في المملكه العربيه السعوديه عن تنظيم رحله بيسموها ترحال او كده لجميع المشجعين نادي الزمالك او جماهير الزمالك المتواجده في المملكه العربيه
السعوديه ممكن تشمل التذكره ووجبه وبتشمل الاتوبيس والانتقالات عشان ان هم يشجعوا الفريق قدام الشباب السعودي في المباراه الهامه 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 جدا اللي هي كل الناس بتامل عليها ان شاء الله ان الزمالك يحقق فيها نتيجه طيبه. نتمنى طبعا التوفيق لبعثه نادي الزمالك وفريق نادي الزمالك ولاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني اللي هو مركز في اجتماعات مستمره سواء الجهاز المعاون كابتن مدحت عبد الهادي وكابتن احمد مجدي ومحمد عبد المنصف او سواء مع اللعيبه من وقت لاخر. اللعيبه كلها يمكن بتعمل اعداد مع بعضيها وبتتكلم وبتحمس نفسها وبتحفز نفسها سواء اللعيبه الكبيره او اللعيبه الشباب، كلهم عارفين جدا اهميه هذه البطوله بالنسبه لنادي الزمالك اللي هتكون ان شاء الله نقطه انطلاق لتخطي كل الكبوات اللي عاش فيها نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت بسبب الظروف اللي كنا عارفينها، ظروف الحجز على اموال النادي، ظروف التخنيق على نادي الزمالك في كل كبيره وصغيره. تحت امرك يا استاذ مصطفى، دايما رسالتك وافيه، بشكرك جدا على الرساله الوافيه جدا عن نادي الزمالك وبعثه نادي الزمالك في المملكه العربيه السعوديه. استاذ مصطفى الجويلي رئيس المنظومه الاعلاميه بنادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا. طبعا كل الشكر للاستاذ مصطفى الجويلي على المجهود الكبير اللي عامله مع بعثه نادي الزمالك. خلينا دلوقتي قبل ما نخرج لفاصل نروح لفقرتنا الأولى اللي هيشرفنا وينورنا فيها نجم نادي الزمالك السابق الكابتن شريف أشرف الخلوق. كابتن شريف أشرف، تعالوا نستعرض الأول نتائج الجولة الأولى وترتيب المجموعات في البطولة العربية واستنونا.
تألق بقميص الزمالك خلال فترة قصيرة، صال وجال وأمطر شباك المنافسين بأهداف متنوعة ما بين ضربات الرأس والتصويب من الخارج وغيرها من الطرق التي جعلته واحدا من الهدافين البارعين، هو النجم شريف أشرف. قدرات تهديفية فائقة الحدود تمتع بها شريف أشرف نجم خط هجوم الزمالك السابق، وإمكانيات فنية مميزة تنبأ لها الخبراء والمحللون بمستقبل باهر، خاصة بعدما نال اللاعب لقب الهداف التاريخي لقطاع الناشئين بناديه الأسبق وهو دون 20 عاما قبل الانتقال لصفوف الزمالك. شريف أشرف من مواليد الإسكندرية في الأول من يناير من عام 1987، ونجح الزمالك في التعاقد معه في صيف 2007 قادما من صفوف الغريم التقليدي، وتوهج أشرف بالقميص الأبيض رغم عدم مشاركته بشكل أساسي باستمرار، واستطاع تسجيل 16 هدفا أبرزهم ثنائية في شباك غزل المحلة بالدوري موسم 2007-2008، وثنائيات أخرى في مرمى كل من بتروجيت والإنتاج الحربي وطلائع الجيش موسم 2009-2010. ودخل هدف شريف أشرف بقميص الزمالك في شباك الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا نسخة 2008 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعدما سجله عقب 12 ثانية فقط فور حلوله بديلا لأرضية الملعب كأسرع هدف للاعب بديل في تاريخ المسابقة. وخاض شريف أشرف عدة تجارب احترافية داخل وخارج مصر عقب رحيله عن الزمالك في 2010، أبرزها مع هيلسنكي وجارو الفنلنديين وجدة السعودية وبلبن السويسري، كذلك اللعب بقمصان كل من المقاولون العرب والإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والقناة. وتخصص شريف أشرف في هز شباك الأهلي خلال رحلته بالدوري المصري من خلال إمطار المرمى الأحمر بثلاثة أهداف شهيرة جاءت خلال مسيرته بقمصان كل من الجونة والحرس والمقاولون. شريف أشرف أحد الهدافين البارعين من رواد منطقة الجزاء، والذي كان يستحق مكانة أكبر مما وصل لها في عالم المستديرة. اهلا بكم من جديد في زملكاوي، يسعدنا ان احنا نقدم ضيفنا اللي موجود في الاستوديو نجم خلوق مثل نادي الزمالك في فتره ما كانتش طويله قوي، لكن كان هداف كبير جدا نادي الزمالك، النجم الكبير نجم نادي الزمالك السابق شريف اشرف. يا كابتن شريف مشرفنا ومنورنا حبيبي حميد. مبسوط جدا انا معاك ودايما قناه نادينا نادي الزمالك، ببقى مبسوط جدا انا معاكم. طبعا بشكرك وبشكر فريق الاعداد على التقرير الجميل ده، وطبعا على مقدمتك الحلوه دي. ربنا يخليك يا كابتن، تستاهل اكتر حبيبي، ربنا يكرمك. وختام حتى التقرير اللي اتعمل عشانك طبعا تستاهل اكتر من كده، ولكن تستاهل مكانه اكتر من كده واكبر من كده في كره القدم. انت شايف ان الحظ بقى والحته بتاعت اللي هو النصيب وكل واحد بياخد رزقه طبعا دي ما فيهاش اختلاف، بس انت شايف نفسك في الحته دي؟ الحمد لله رب العالمين. كرة ظلمتك شوية؟ الحمد لله، يعني الحمد لله. يعني بالنسبة لي بص يا أحمد، احنا من طبع البشر عدم العدل، العدل عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. صحيح. وكل واحد بيبقى شايف نفسه في حتة معينة وما بيهموش الناس بتقيمه ازاي. الإنسان الذكي اللي يقيم نفسه قبل ما الناس تقيمه يعني، بس في نفس الوقت في ناس ممكن تفهم الموضوع ده إن هو ممكن يكون غرور أو كده، انما في الحقيقه انك انت لو انت صريح جدا مع نفسك فدي بتوفر عليك حاجات كتير جدا في حياتك. فانا من الناس اللي يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا اداني، انا ما جبتش حاجه من نفسي، ربنا اداني موهبه الحمد لله بعتبرها كانت حاجه قيمه جدا وكبيره. وانا على المستوى الشخصي في موضوع بقى الشغل والاجتهاد، وبفضل الله ما اعتقدش ان انا أثرت في نواحي الشغل يعني في فترات كبيرة ما أثرتش، ولكن زي ما أنت قلت
الناس الكبار واللي قبلينا قالوا دايما الدنيا حظوظ يعني، فكل واحد بياخد حظه في الدنيا، وانا الحمد لله راضي جدا بحظي وبنصيبي وبكل اللي عملته. يعني طبعا مفيش عقل يقول ان انا كان ممكن ما اعملش اكتر من كده، لا كان ممكن اعمل اكتر من كده بكتير، ولكن هو ربنا سبحانه وتعالى يعني نصيبي كان كده، رزقي كان كده في المحطات اللي لعبت لها، في الانديه اللي لعبت لها. ف من حظي الوحش دايما، ودايما كنت بقول كده يعني ان انا ما لعبتش في نادي الزمالك وقت اطول يعني. وانا كمان الناس الزملكاويه اللي شافوني في بداياتي مع نادي الزمالك عارفين ان انا لو كنت جيت في فتره احسن مع مجموعه مثلا بشكل احسن او اكبر كان ممكن، وخدت وقت اطول واستمراريه، يمكن كنت ممكن اقدر اعمل تاريخ كويس جدا يعني يتناسب مع الموهبه اللي ربنا اداها لي دي. ولكن يعني الحمد لله من حظي ونصيبي ان انا خرجت من نادي الزمالك بدري شويه ولطشت بقى مع الانديه الثانيه انت عارف بقى، فالحمد لله رب العالمين. بس خلي بالك ده دليل على ان الناس هي اللي بتقول انت كنت تستاهل اكتر من كده. الحمد لله. دليل على موهبتك، كنت فرود ولا اروع، واهداف بقى فاولات وشوط من بعيد وضربات راسيه. الحمد لله. فده خلي بالك اللي هو تحليل الناس او راي الناس دايما بيبنوه على رؤيتهم، هم ما بيكدبوش عينيهم، هم بيقولوا شريف اشرف ده كان يستاهل اكتر من كده. الحمد لله. هو يعني اعتقد الناس اللي بتفهم كوره كويس قوي يعني هم دول، او الناس اليوم اللي لعبوا كوره كتير او حتى لو ما لعبوش درسوا الموضوع، لان الموضوع بقى دراسه وعلم، اكيد هيبقى عارف الفرق بين فلان وعلان، وفلان كان مثلا بمستوى ده لو اشتغل على حاجات معينه ممكن يوصل لايه او بس والله صدقني يا احمد في يعني بالذات يعني في الدوري المصري عموما هو التوفيق والحظ يعني بيفرق بنسبه 100%. صحيح. يعني بجد في لعيبه كتير ممكن تعمل موسم واحد بس، موسم واحد يعيشوا عليه اربع خمس مواسم لقدام. في الوقت نفسه زي ما انت بتقول يعني انا كان الناس الحمد لله بتتنبأ لي بمستوى وحاجات كبيره جدا، لان انا جيت نادي الزمالك صغير لعبت في وسط نجوم وعمالقه كبار، والحمد لله خدت الاوقات اللي كنت باخد فيها، كنت بفضل الله في معظم الاوقات مش هقول كلها عشان برضو ما يعني بثبت ان انا استحق ان انا ابقى موجود في نادي كبير زي نادي الزمالك وابقى مهاجم لنادي الزمالك. ولكن في الكوره عوامل كتير جدا، الناس اللي فاهمه كوره هتفهم ان في حاجه اسمها مدرب، ده بيفرق سما من ارض مع اللعيب، في حاجه اسمها توفيق، في حاجه اسمها استمراريه، كل الحاجات دي انا بقى يعني حظي كان عاسر فيها والحمد لله يعني. الحمد لله. انت مشرفنا ومنورنا النهارده عشان انت كنت نجم من نجوم ربنا يكرمك نادي الزمالك كابتن شريف. طيب تعالى نروح للبطوله العربيه. ايه رايك في فوز نادي الزمالك في المباراه الاولى امام الاتحاد المنستيري، فوزه برباعيه نظيفه؟ والله فوز كبير، فوز يدي ثقه، فوز يطمن الجمهور على حاله اللعيبه بعد موسم طبعا في الدوري ما كانش على قدر الامال وطموحات بتاع جماهير نادي الزمالك. ولكن لازم نخلي بالنا برضو انه انت لعبت اتحاد المنستيري، فريق في الدوري التونسي، فريق محترم مفيش، وفوز جميل ومفيش مشكله، بس اللي جاي عندك اللي بعديه اصعب. صحيح. كواليتي اللعيبه اللي لعبتها في الاتحاد المنستيري هتبقى غير كواليتي اللعيبه اللي هتقابلها في الماتشين اللي جايين. صحيح. سواء الشباب او النصر. ف طبعا مش محتاجين نتكلم النصر مع مين وجاب مين، ومش محتاجين، اكيد كل الناس عارفه النصر مع مين. طبعا يعني واحد اعتقد يعني ايقونه الكوره في العالم كريستيانو رونالدو، طبعا ده يعني اعتقد انه واحد من افضل اثنين لعيبه في تاريخ الكوره. فده لوحده يعني ده على جنب، الواحد انت هتلاعب نوعيه اول مره تقابلها يعني انت كلاعب في نادي الزمالك، ممكن اللعيبه اللي لعبت مع المنتخب خلي بالك يتمنى يلعب قدام مصر حتى لو ماتش ودي مش ماتش رسمي. طبعا ممكن يكون في لعيبه مثلا زي لعيبه دوليه زي زيزو او الناس اللي لعبت منتخب لعبت في ماتش البرتغال مثلا قدام كريستيانو، انما غير كده هيبقى الناس الثانيه اول مره تشوفه اول مره تقابله على ارض الواقع. ف حاجة جميلة يعني حاجة جميلة طبعا انك تلعب النجوم دي. ساديو ماني طبعا لسه جاي لهم من ضمن، معرفش هيبقى ايه بقى وجود في الماتش. يا رب يلعب في الدور التاني، عارف اللي هو ايه، يا رب ما يلعبش معاهم الماتش. تاليسكا ده مهاجم قوي جدا عندهم طبعا، كانتي في نص الملعب وفابينيو. لا فابينيو راح الاتحاد. لا فوفانا. فوفانا قصدي طبعا من غير فابينيو.
فلا الموضوع في السعوديه بقى مختلف غير فيرمينيو بقى الدوري السعودي لا الدوري السعودي بقى حاجه يعني حاجه بصراحه حاجه حلوه يعني تحسب لكل الدول العربيه ان يبقى عندنا دوله عربيه شقيقه يعني بتجيب النجوم دي في الدوري بتاعها واكيد ده هيعلي من قيمه السوقيه للدوري ومن قيمه الدوري عموما يعني ومن مستوى الدوري ويمكن يجذب انظار لعيبه تانية كبار تانية ان هم يجوا ياخدوا نفس التجربه يعني بعد كده فدي حاجه حلوه جدا يعني اتمنى ان احنا في يوم من الايام نوصل لها يعني ان شاء الله. طيب شفت اداء اللعيبه ازاي؟ يعني في المباراه الاولى كانت الدنيا ماشيه مع نادي الزمالك في حته ان كان في تنظيم كانت الكره مطوعاك وكان بقالها فتره كده مش مطوعاك بتعمل هجمات كتير جدا بتحرز اهداف ولكن كنت بتستقبل اهداف. في المباراه دي انت بتحرز اهداف وبتطلع كلين شيت. اهميه فوزك في المباراه الاولى حتى لو كانت المباراه الاولى غير المباراه الثانيه في صعوبتها ولكن بتفرق برضو مع اللعيبه طبعا انا معايا 3 نقط انا محتاج يعني انا محتاج عندي ماتشين محتاج منهم ايه؟ اكيد طبعا يعني المدير الفني الكبير للنادي وسوري واللعيبه في لعيبه كبيره وعندهم خبرات عارفين هم هيلعبوا مين بس هم اكيد عارفين عايزين ايه من الماتشين يعني هو هيلعبوهم ازاي؟ طبعا بالنسبه للماتش اللي فات انت قلت نقطه مهمه جدا ودي برضو ما حدش يقولها غير الناس بتفهم كوره يعني ان فعلا الكوره كانت مطوعه جدا لان انت وصلت بعدد هجمات اللي هو يعني بين القائمين والعارضه هم تقريبا الاربع كور انت وصلت بيهم جبت 4 جوال او الاربع المحاولات اللي بين القائمين والعارضه دخلوا دي طبعا ما بتحصلش معاك بقى فتره فمعنى كان التوفيق معاك ربنا عايز يديك دي نقطه لازم تستغلها يعني في اللي جاي انك تزودها كمان لانك هتبقى محتاجه جدا في اللي جاي انك لو رحت بواحده بس انك ممكن في الماتشات اللي جايه بتلعب مع فريق قوي مثلا عنده نص ملعب قوي ومهاجمين اقوياء ممكن انت بواقعيه اللعب بتضطر انك انت تلعب يعني ميد بلوك او لو بلوك وانك انت تقفل مساحاتك وتلعب على المرتدات وتستغل السرعات والمهارات اللي عندك قدام وانك انت تخطف واحده يمكن هي دي اللي تجيب لك الثلاث نقط او لو حتى في تعادل او كده دي هتبقى حاجه كويسه برضو انك انت معاك 3 نقط مأمنينك انت محتاج ممكن تاخد تعادل او تعادلين يصعدوك للمرحله اللي بعدها وده اللي انت محتاجه ان شاء الله يعني انا شايف اداء اللعيبه كان كويس جدا في الماتش اللي فات من كل العناصر للامانه وكل واحد كان في مركزه مميز يعني كل الناس ادت بشكل كويس جدا ولكن لازم ناخد بالنا في المرتدات يعني الزمالك برضو لما بيهاجم يعني خدت بالي ان في كذا هجمه للاتحاد كانت المانشستيري كانت خطر جدا في يوم واحد في الشوط الاول جت في العرض كانش فيهم توفيق يعني لازم ناخد بالنا في الحاجات دي جدا الناس ما توصلش للمرمى بتاعك بسهوله يعني لازم دفاعك يبقى قوي وانت كفريق بتلعب باسم نادي كبير زي نادي الزمالك لازم تفريق قوي جدا للعبك يعمل لك الف حساب يبقى عارف ان هو مش هيروح لمرماك بسهوله ويبقى عارف انك انت ممكن تستغل ان شاء الله يعني انصاف الفرص انك انت تعدي. طيب المنافس اللي جاي الشباب مواجهه صعبه جدا ومختلفه زي ما انت قلت ازاي اسوريو يخش المباراه دي وازاي ايه اللي هيقوله للعيبه قبل مباراه صعبه زي مباراه الشباب؟ هو اكيد اللي هيتقال ان انت برضو نادي الزمالك انت فريق كبير وفريق ليك اسمك وفريق تعمل لك حساب انت فريق تاريخك كبير وضعك الحالي كلعيبه او كمجموعه من اللعيبه اللي موجوده والله لعيبه انا شايف فيهم لعيبه كتير بروميسنج يعني وقدام ممكن ان شاء الله يعني انت في مرحله تكوين فريق لبطولات فاكيد هو هيتكلم معاهم لازم يبقى في ثقه والفوز اللي فات اكيد هيدينا ثقه ولازم ندي الفريق الثاني اكيد قدر من كبير من الاحترام لانه عندهم لعيبه محترفه كتير وفريق قوي وفريق من الفرق في الدوري السعودي اللي متابع يعني بيلعب كوره حلوه جدا فلازم نقابل الموضوع ده بقى يعني اكيد هو في واقعيه شويه في الاداء يعني احنا برده مش هنفتح خطوطنا بشكل كبير ونهاجم طول الوقت عشان احنا برده بنلعب فريق قوي جدا يعني وعنده عناصر تقدر تخلص الماتش يعني في اوقات حرجه في الماتش عندهم خبرات فلازم نخلي بالنا لازم ندافع كويس نقفل نص ملعبنا كويس ونقفل يعني التلت الدفاعي بتاعنا يبقى فيه التمركزات والحركه بتاعتك تبقى محسوبه لان اللعيبه دي زي ما انت عارف خبراتها عاليه جدا في التحركات في الباصات في الرؤيه عندهم مهارات عاليه جدا يقدروا يستغلوا كرات ثابته فلازم اكيد انت برضو ما تجيبش عليك كرات ثابته كتير في الوقت نفسه انت تحاول تستغل نقطه الضعف بتاعتهم اكيد هو الكلام اللي هيتقال في انك انت تضرب وتقدر توصل للجول ان شاء الله. شايف ان ممكن اسوريو يتغاضى شويه عن الاندفاع الهجومي اللي بيلعب بيه؟
اكيد اكيد بيلعب بالتوازن، لان هو خلي بالك في تصريح ليه ان هو قال انا لا هلعب بنفس طريقتي في ثلاث مباريات وفي كل مباريات البطوله. والله هو هيبقى هو صعب على نادي الزمالك، التحولات بتبقى صعبه جدا. هو مش صعب، هو حاجه حلوه جدا ان المدرب بتاعك يبقى عنده ثقه في طريقته وفي نفسه وفي لعيبته، والثقه دي تبقى منقوله ليه للعيبه، واللعيبه تبقى عارفه ان هي بتنفذ كلام مدربها بحذافيره مع القدرات الفرديه اللي تقدر تصنع الفارق. دي حاجه حلوه جدا، بس لازم يكون في شيء من الواقعيه في طريقه اللعب وفي الاختيار وفي المنافس. انا فريق كبير المفروض يبقى ليا اسلوبي وبفرضه على اي حد، ولكن انت برضو بتلعب نوعيه من الفرق انت ما لعبتهاش في الدوري بتاعك او في دوري ابطال افريقيا. فده الشيء اللي لازم تعمله حساب، يعني ما قابلتش انت فريق بقوه الشباب مثلا في بطوله افريقيا او في الدوري المصري، يعني لازم نبقى احنا عندنا قناعه بده ونبدا نتعامل بناء عليه. يعني عندك طريقتك وعندك حته انك تلعب كوره، دي حاجه حلوه جدا واعملها مفيش مشكله، بس في اوقات لازم ابقى حذر جدا يعني، وما اندفعش طول الوقت. اكيد مش هتلعب اوبن جيم مع فرقه زي دي 90 دقيقه، لا هيبقى في وقت هتقف فيه ولعبتك تاخد نفسها وتستجمع قواها وبعد كده تطلع تعمل هجمه وترجع تقف تاني، يعني ده الطبيعي يعني في الماتشات اللي زي دي، لانك انت انا اسف ما بتلعبش خصم اضعف منك يعني. عاملين صفقات برضو قويه جدا الشباب والنصر، يعني احنا لو رحنا لثالث ماتش اللي هو النصر تلاقي بقى انت قلت اسامي مثلا كريستيانو رونالدو، ساديو ماني على فكره في احتماليه كبيره الصحافه كلها بتتكلم عن ان هو ممكن يلحق ثالث مباراه في البطوله امام نادي الزمالك، فهيبقى عندك اسامي كتير جدا، عندك فوفانا في الشق الهجومي، عندك بروزوفيتش لعيب كبير جدا في نص الملعب، عندك باك ليفت مانشستر يونايتد اليكس تيليس برضو موجود مع نادي النصر، سواء فريق عالمي. انت تعمل ايه عشان تتعامل مع الاسامي دي؟ والله احمد انا بقول لك يعني اللعيب الكبير بيبقى عنده ثقه في نفسه والحاجات اللي زي كده بتبقى زي حفله وعايز اظهر فيها بشكل حلو قوي. يعني انا النهارده بلعب كمدافع على قدامي احسن لعيب في العالم كريستيانو، انا عايز ابين الكواليتي بتاعتي برضو ان انا حد كويس جدا، ما بقاش خايف. يعني اهم حاجه ان ما بقاش في خوف، ما بقاش في قلق. الاعداد النفسي مهم قوي طبعا، العامل النفسي في كل شيء في الحياه مهم جدا، وفي كره القدم يعني ده جزئيه ليها علم لوحده. علم النفس يعني الرياضي دلوقتي موجود وفي كره القدم بالذات، فانت هتطلع امتى امكانياتك والحاجات الحلوه اللي عندك في الماتشات بعد كده. يعني دي انا دي هديه من ربنا ليك انك انت تلعب في بطوله زي دي مع ناس زي دي. قيس نفسك على ناس، انت فين وهم فين، واثبت لنفسك انك مش اقل من حد، فاهم قصدي؟ وحاول تناطح معاهم لانك انت برضه نادي كبير، احنا مش قليلين يعني، انت فاهم قصدي؟ صدق انك انت فريق كبير، وصدق انك انت لعيب كبير في مكان كبير، وصدق انك انت تقدر تعمل حاجه. يوم ما انت تصدق صدقني والله هتقدر تعملها، حتى لو يعني زي ما بيقولوا كده اضعف الايمان، ما قدرتش تكسب الناس هتحترمك وهتقول والله ده الراجل عمل الماتش عليهم، الناس هتفتكر الماتش ده ايا كانت نتيجته، لانك انت بتلعب قدام نجوم كبار. دي حاجه المفروض اللعيبه تحطها في دماغها، يعني ما يبقاش في حاجه تانية غير كده يعني. كابتن شريف هنكمل كلامنا ولكن هنطلع لفاصل قصير ونرجع لكم نستكمل حديثنا مع الكابتن شريف اشرف نجم نادي الزمالك السابق، ابقوا معنا.
انتصار عريض حققه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برباعية نظيفة أسكنها شباك نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، وذلك مساء الجمعة في مستهل مشوار الفارس الأبيض بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال التي تحتضنها المملكة. يخوض الزمالك ثاني لقاءاته في البطولة العربية أمام الشباب السعودي مساء الاثنين المقبل، حيث يعتلي بطل مصر قمة المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى. تفوق كبير للزمالك في مواجهة الأندية السعودية في المنافسات العربية قبل مواجهة الشباب، وواجه نجوم مدرسة الفن والهندسة الأندية السعودية في 11 مباراة سابقة حقق الفوز في 6 منها مقابل تلقي خسارة وحيدة وأربع تعادلات. وأمطر نجوم الزمالك شباك الأندية السعودية ب15 هدفاً بينما تلقى المرمى الأبيض 10 أهداف. الفارس الأبيض يسعى لمواصلة تفوقه في مواجهاته أمام الأندية السعودية خلال لقائي الشباب والنصر من أجل التأهل إلى الدور الثاني وقطع خطوات نحو عناق الكأس العربية. ورجعنا لكم مرة تانية في زملكاوي في ضيافتنا الكابتن شريف أشرف نجم نادي الزمالك السابق. كابتن شريف، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن فريق الشباب. فريق الشباب بقى عامل صفقات قوية جدا، وكنت بكلم امبارح مع عبد الله الغامدي المعلق الرياضي اللي علق على المباراة الأولى، وقال لي إن فريق الشباب كمنظومة أقوى من فريق النصر بالأسامي الكبيرة اللي هو فيه. هل فعلا فرقة المنظومة اللي محافظة على نفسها اللي فيها انسجام كبير افضل من فريق قوي جدا فيه اسامي كبيره زي فريق النصر؟ يعني في تاريخ الكوره عموما يعني اثبت لينا ان احنا التيم وورك هو اللي بينجح. يعني مش الافراد طبعا بيبقى ليهم قوه كبيره وبيبقوا مؤثرين وبيقدروا يصنعوا الفارق، لكن المهم العمل الجماعي. فزي كنت بقول لك قبل التوقف او قبل الفاصل كنت بقول لك ان فريق الشباب فريق قوي جدا، اللي بيتفرج على الدوري السعودي هيفهم فريق متكامل يعني وبيلعب كره ممتعه وكره هجوميه. فاكيد يعني الاكيد ان او مش هنقدر نحكم الا لما الصفقات بتاعت النصر كلها تتم، بعد كده نشوف ادائهم مع بعض في الملعب وانسجامهم هيبقى عامل ازاي. وده طبعا بياخد وقت، يعني ما كل النجوم دي تبقى موجوده في فرقه ويلعبوا مع بعض لاول مره، اكيد يعني موضوع الانسجام هياخد وقت معاهم. انما فرقه الشباب ما اعتقدش معانا عناصر جديده في البطوله دي، فهي نفس بطوله الفريق اللي كان بيلعب في الدوري، فادائهم واحد، نظامهم واحد، كورتهم واحده، فلازم يعني بامر الله نقابلهم بنفس القوه. وبعدين برضو في حاجه الناس بتنساها دايما، انت معاك جمهور يحرك الصخر. يعني انت شفت الجمهور الماتش اللي فات حاجه تفرح. صحيح. يعني ما اعتقدش ان في حتى من الفرق اللي موجوده هناك معاها نفس الجماهير او بتشجع بنفس الروح دي، حتى لو معاها اعداد كبيره بس مش بنفس الروح بتشجع. فامر الله كده اتمنى التوفيق مع لعيبتنا ان شاء الله الماتشين اللي جايين دول، وينسوا خالص حته القلق وينسوا خالص حته ان انا بلاعب مين، ويركزوا في كلام المدرب بتاعهم ويقدموا ان شاء الله حاجه كويسه يعني يفرحوا بيها جمهورهم ويفرحوا بيها مصر كلها ان شاء الله. ان شاء الله. تعالى بقى نروح لفقره كده اسئله الشاشه، نقول لك حبه اسئله كده تجاوب عليهم. تعالوا نروح للاسئله يا شباب. اول سؤال، من هو افضل لاعب في الدوري المصري بالنسبه لك؟ يعني موسم حالي يعني؟ والله يعني مش عشان زملكاوي عشان قاعدين في قناه الزمالك ولا كده، بس انا بالنسبه لي احمد سيد زيزو يعني، ومش السنه دي بس، بالنسبه لي 3 سنين اللي فاتوا زيزو بيقدم مردود قوي جدا يعني، ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه من الاصابات يا رب كده ومن العين، بيقدم حاجه حلوه جدا. زيزو بالنسبه لي بيعمل اصعب حاجتين في الكوره، انك انت بتسجل وبتصنع اهداف، وبيعملهم ارقامه هي اللي بتتكلم يعني، فلو قلنا غير كده يبقى بنظلمه بصراحه. هو ارقامه هو اقوى حد على صعيد الارقام في الدوري المصري، دي حقيقة. سجل 13 هدف، تاني هدافي الدوري، صنع 13 هدف بنسبه مساهمه 26 هدف، اكتر من اي حد في الدوري، عامل اكتر نسبه مراوغات ناجحه، هو عامل اكتر تمريرات مفتاحيه،
فالراجل بالارقام هو احسن لاعب في مصر. انا والله قلت لك كده صحيح. يعني انا قلت لك كده من غير ما انت تقول الارقام نفسها يعني. لا اصل في ناس بتغفل حته الارقام دي، يقول لك ايه ارقام، لا الارقام مهمه جدا في عالم كره القدم دلوقتي بالذات اليومين دول يعني، خاصه المهارات العاليه قوي يعني زي الفتره ما بقتش موجوده يعني، ما بقتش مثلا تستنى تستمتع بواحد معين بيعمل لك مثلا 7-8 ماتشات حلوين في الموسم كله فانت بالنسبه لك هو احسن لعيب في الدنيا وخلاص. لا دلوقتي حتى الارقام دي هي اللي هتسبب مثلا في ان فلان ممكن يحترف في دوري والدوري ده قوته ايه. فارقام زيزو دي تخليه اصلا يعني ما شاء الله يقدر يحترف دوري قوي جدا يعني. يعني لو حبت اداره نادي الزمالك في يوم من الايام ان هي تسيبه ويحترف لو يشوف حلمه. وارقامه دي خلي بالك كابتن شريف هي اللي مخلياه اعلى قيمه تسويقيه في افريقيا كلها. ما شاء الله 5 مليون يورو ما شاء الله، لعيب مصري بيلعب في الدوري المصري، دي حاجه كبيره جدا. يستاهل يستاهل بصراحه، وارقامه هو اللي بتقول هو يستاهل اللي هو فيه ده، ويستاهل ان هو يكون عنصر اساسي في منتخب مصر، وحاجه جميله. اتمنى بصراحه ان كل لعيبه الزمالك يعني تبقى زيه يعني، اتمنى كده. تعال نروح نشوف تاني سؤال. من هو افضل حكم في الموسم؟ بعت انت التحكيم بقى شوف الحكام. والله بص عايز اقول لك حاجه، بعد موضوع الفار يعني موضوع حكم الساحه ما بقاش زي زمان بقوه، فتقدر تقول حكم قوي جدا يعني وكل قراراته مظبوطه وبتاع، لان الفار دلوقتي بيساعد بشكل كبير قوي يعني. بس والله يعني كحكم مصري قوي ما يعني ما اعرفش والله يعني، ممكن يكون محمود البنا ممكن هو اقوى حكم مصري بالنسبه لي من وجهه نظري يعني. تعال نروح لسؤال تاني. مين افضل مهاجم زميلته في نادي الزمالك؟ سؤال صعب قوي جدا. لعبت مع ناس جامده قوي. قول لي مين اجمد واحد فيهم بقى، او كل واحد ايه الميزه اللي فيه؟ بس انا لعبت مع كابتن عبد الحليم علي، ده طبعا هدف تاريخ النادي الزمالك صحيح. فده بقى ارقامه بتتكلم عنه صحيح. ولعبت طبعا كان بعمرو زكي، وده برده كان مهاجم غني عن التعريف طبعا، مهاجم قوي جدا للزمالك ومنتخب مصر. لعبت جنب ميدو طبعا العالمي طبعا. فالسؤال صعب قوي يعني، يعني ما ينفعش اقول لك واحد بقى مثلا يعني، لو هنجيب ثلاثه دول بس ما كملتش بقيه الاسامي صعب اقول لك يعني واحد من الثلاثه دول يكون اقوى من الثاني يعني. اسامي جامده قوي على فكره، فما ينفعش اقول لك واحد. كابتن عبد الحليم علي طبعا هداف التاريخ زي ما انت قلت، وعمرو زكي البلدوزر يعني مع نادي الزمالك مع منتخب مصر فتره احتراف برضه في انجلترا، وميدو طبعا الرحاله المصري احمد حسن. هم الثلاثه يعني كانوا مهاجمين اقوياء جدا وامكانياتهم كانت عاليه جدا، لكن ارقام كابتن عبد الحليم كانت معديه طبعا لان هو لعب سنين اطول في نادي الزمالك. ولكن على المستوى الشخصي انا بقى يعني كواحد لما كنت بلعب جنبه في الملعب برتاح كان الكابتن حليم علي بصراحه، وهو اكيد عارف الكلام ده يعني. تعالى نروح لسؤال تاني. لاعب كنت تتمنى تزامله من الجيل الحالي؟ الجيل الحالي اللي موجودين حاليا زيزو. يعني كان هيعمل لك شويه بالظبط. يا زيزو ما شاء الله يعني، حتى في زي ما انت شايف الدليفري بتاعه ارقامه رهيبه بصراحه. يعني انا لعبت مع ناس قويه جدا في الحته دي، ولكن زيزو ارقامه ما شاء الله بتعدي الناس دي بكتير يعني، وربنا يديمها عليه نعمه يعني ويكمل يعني. فهو لو في واحد في الفريق الموجود حاليا، لان طبعا انت عارف انا لعبت مع شيكا طبعا. انت لعبت طبعا مع كابتن شيكا، فهو شيكا وزيزو بالنسبه لي هم مفتاح اللعب نادي الزمالك دلوقتي حاليا او المفتاحين الاقوى يعني. زيزو بقى مع شويه شباب، وشيكا طبعا بالخبرات والمهاره. فهو زيزو في الجيل الحالي زيزو، ولو واحد تاني ممكن فتوح. فتوح برضه كورته حلوه جدا. من اللعيبه الهايله بصراحه. كورته جميله بحبه انا. انت شايف نادي الزمالك ايه اللي ناقصه في الفتره دي؟ يعني احنا بنعمل خلي بالك شكل هجومي قوي جدا. كان من الناحيه الفنيه ولا من الناحيه الفنيه؟ يعني انت شايف نادي الزمالك في الفتره دي شكل هجومي مختلف، مختلف تماما كمان عن فريرة. فريرة كان طبعا واحد من اساطير التدريب اللي دربوا نادي الزمالك، ولكن الشكل اختلف مع اسوريو،
الراجل ليه سيستم وليه طريقه مختلفه، عنده حته النزعه الهجوميه دي قويه جدا. ده اللي لايق على نادي الزمالك ان تبقى دايما كورته هجوميه، دايما يبقى عايز يروح ويهدف. مظبوط مظبوط، ده اللي لايق على نادي الزمالك، وده المفروض يبقى فيه نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير حقيقه، ما ينفعش يعني نتجنبها او نغفل عنها. نادي الزمالك نادي المفروض انه ينافس على كل البطولات. احنا يعني طلعنا لقينا نادي الزمالك بينافس على كل البطولات، فطبيعي النادي اللي بينافس على كل البطولات تكون كورته كره هجوميه، تمام؟ خاصه انك ما بتلعبش كاس عالم مثلا، او لو هو 6 7 ماتشات، فدي بيبقى ليها حسابات مختلفه. انت بتلعب مثلا دوريات وعدد مباريات كبير، فلازم يبقى ليك اسلوب تفرضه على اي حد، تمام؟ ف يعني كلام جميل جدا، وانا بصراحه شايف الراجل ده والمساعدين بتوعه طبعا كابتن مدحت وكابتن احمد مجدي عاملين شغل كويس جدا مع الفريق، مع كل لعيب في مركزه، شايف فيه تطور في اداء اللعيبه، حتى يعني شيكابالا نفسه بالنسبه لي ما شاء الله. يعني شيكا دلوقتي بيرجع يدافع وبيساند وبيهاجم وبيحاول اكتر وبيهدف وبيعمل اسيست. بالظبط. فلا يعني انا شايف الراجل اسلوبه وطريقته بدات تظهر على اللعيبه بشكل كبير، لكن انت محتاجه بشكل فني، انت محتاج كواليتي لعيبه، زي ما بقول لك محتاج كواليتي لعيبه عاليه تليق باسم نادي الزمالك. يعني زي ما اتكلمنا بنقول مثلا شيكا وزيزو وفتوح والناس دي كواليتي عاليه، لازم الفريق كله في كل المراكز وكل العناصر يبقى عندك على الاقل بنسبه 80% من قوام الفريق الكواليتي العاليه دي، لانك نادي الزمالك نادي كبير. فاتمنى ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه دي يبقى يكون في دعم قوي من مجلس الاداره بصفقات يعني تليق باسم نادي الزمالك، وان شاء الله نشوف نادي الزمالك بامر الله في مكانه الطبيعي يعني. ان شاء الله باذن الله، واحنا نوعد جماهيرنا ان شاء الله ان هيبقى فيه صفقات قويه جدا للموسم الجديد. تعال نكمل اسئلتنا. السؤال اللي بعد كده، افضل مدرب اجنبي تولى القياده الفنيه لمنتخب مصر. انا عاصرت ناس معينه، بس انا كان بالارقام هيكتور كوبر، لو انا كان بالارقام، لان ده الراجل وصلك كاس عالم ولعب في كاس العالم وهكذا. انا بالنسبه لي كافضل واحد فنيا دخل منتخب مصر والظروف ما ساعدتوش كان بوب برادلي الامريكي. ده انا اشتغلت مع الراجل ده بشكل شخصي، لا الراجل ده كان في حته تانية خالص، مدرب قوي جدا وشخصيه جميله جدا، كوره بره الكوره. ف ما خدش حظه الامانه يعني. لو تفتكر يعني بوب برادلي، بعض الناس ناسيه بوب برادلي طلع تصفيات كاس العالم من غانا، كان بالماتش الفيصل الشهير طبعا، صحيح الماتش الفيصل يعني، انما غير كده وفي الماتش ده طبعا كانت نتيجه محدش كان يتوقعها ابدا يعني. فالراجل كانش محظوظ يعني، انما هو كان بالنسبه لي اقوى مدير فني اجنبي مسك منتخب مصر. تعالى نشوف السؤال بعد كده، هل ينجح الزمالك في التتويج بالبطوله العربيه؟ شايف الامر ده ايه، صعب ولا الدنيا ممكن تمشي؟ هو ما ينفعش نقول سهل يعني، يعني حسابيا ما ينفعش نقول سهل، انك معاك خصوم قويه يعني. ولكن هو السؤال ينجح ولا يقدر؟ يقدر يعني، الزمالك يقدر. موضوع النجاح ده متعلق بعوامل كتير يعني، صحيح. منها طبعا يعني اصرارك انت كلاعب في الملعب، طموحك وهدفك، و هل انت واخد الموضوع تحدي واصرار وهدف ان انا عايز اخد البطوله دي، ولا انت بتلعب الموضوع انك انت بتلعب عشان بس يبقى شكلك حلو بشكل مشرف والكلام ده. فده اللي بيفرق اصلا فرقه عايزه تاخد بطوله من فرقه مش عايزه تاخد بطوله، وده ما بيبقاش هدف شخصي، ده بيبقى هدف جماعي يعني، بيصيب كل اللعيبه بالجهاز الفني باداره النادي بكل حاجه. فاحنا رايحين ناخد البطوله نقدر بامر الله، لان مصر عموما في البطولات في المجمعه مصر بتقدر تنجح، والدليل على ده الحمد لله هتلاقي مصر في البطولات القاريه عموما، سواء منتخب مصر نادي الزمالك النادي الاهلي بياخدوا البطولات دي. اللعيب المصري عنده الشغف ده، ولكن الموضوع له عوامل كتير يعني زي ما بقول لك. ف يعني انا اتمنى طبعا، كلنا نتمنى بامر الله ان احنا نحقق البطوله، او حتى على الاقل نوصل ان شاء الله يعني للنهائيات، ودي تبقى حاجه حلوه جدا ان شاء الله. تعالى ناخد سؤال كمان، هل يغير اوسوريو من طريقته الهجوميه في مواجهه الشباب والنصر؟ تتوقع ايه من أوسوريو؟ اتوقع انت لسه قايل ان هو قال ان هو مش هيغير. هو قال هو قال. هل تتوقع ممكن يكون يعني ده تصريح اللي هو ممكن ينيم الناس ممكن مثلا؟ اتمنى ده بسرعه، اتمنى ده يعني، لانه زي ما قلت لك ليك اسلوبك ولكن لازم برضه تعمل حساب المنافس هو بيلعب مين يعني. ما ينفعش مثلا، انا اسف
بلاعب مثلا غزل المحله في الدوري زي ما بلاعب مثلا ريال مدريد، مستحيل هلعب قدام ده زي ما هلعب قدام ده يعني. ده ليه طريقه العب بيها قدامه وده ليه طريقه العب بيها قدامه. مش معنى ان انا بقول كده ان بقى دافع واقف في 6 ياردة والكلام، لا عشان الناس تفهمش الكلام غلط، لا الموضوع ليه حسابات اتزان. لا اتزان، اتزان هجومي ودفاعي، وفي نفس الوقت اقفل مفاتيح اللعب، بعرف مفاتيح اللعب بتاعت الفرقه دي فين اقفلها واضرب انا من نقط الضعف يعني. ده الصح في الكوره. واعتقد ان ده راجل مدرب كبير ومعاه برده مساعدين شطار، وعمر انا مش هتغفل عنهم نقطه زي دي، ان هم لازم بالقماشه اللي معايا بقى وباللعيبه اللي معايا دي هقدر اخد اكبر نجاح ممكن ازاي. فاعتقد ان هو لا يعني مش هينفع، اصل مش هينفع تهاجم الفرقه دي وفاهم قصدي ايه بالوضع الحالي بتاعك. لا لازم في وقت معين زي ما قلت لك هتقف، في وقت معين هتهاجم، مش هتهاجم 90 دقيقه ومش هتقف 90 دقيقه بالظبط. تعال نشوف سؤال كمان، سؤال اخر واخير. لو عاد بك الزمن هل ستتخذ قرار الانضمام لنادي الزمالك؟ طبعا انا اتكلمت يعني يمكن الناس اللي عارفاني عرفت ان اتكلمت في الموضوع ده كتير جدا، وانا انا عموما ندمت على قرارات كتير جدا في حياتي خدتها يعني، ولكن القرار الوحيد اللي عمري ما ندمت عليه ان انا جيت نادي الزمالك والله يعني بدون يعني اي نفاق او اي كذب. انا الظروف والسيناريوهات اللي حصلت في الفتره اللي انا جيت فيها نادي الزمالك هو ربنا سبحانه وتعالى كانه يعني ربنا بيوجهني ان انا اجي هنا، فدي كانت اراده ربنا يعني فاهم قصدي. فانا ما جيت هنا خدت قرار انا كنت عارف توابعه يعني، انت بتخرج انت فاهم خرجت منين، خرجت من النادي الاهلي اللي انا كنت بلعب فيه 12 سنه وبعد كده رايح على نادي الزمالك على طول، فانا عارف انها خلاص يبقى كده الباب ده بالنسبه لي اتقفل وربنا فتح لي باب تاني، الباب التاني ده هو اللي هكمل فيه، والباب ده مستحيل هيبقى فيه رجوع في يوم من الايام لان كنت عارف القصه يعني، ناس كتير كانت عارفاها اللي حصل وقتها. فانا من القرارات بجد اللي ما ندمتش عليها خالص ان انا جيت نادي الزمالك، ومن القرارات اللي انا ندمت عليها جدا جدا ان انا سبت نادي الزمالك في يوم من الايام وكان بمزاجي، عشان بس في ناس ما تعرفش القصه. لا انا اللي في موسم 2010 يعني اصريت ان انا امشي وجبت عرض لنادي الزمالك عشان امشي، الفتره دي ما كنتش بلعب ما كنتش بشارك بشكل اساسي، ودي كانت الحاجة في الوقت ده اللي كانت الأهم بالنسبة لي. وكان الهدف لما خرجت وقلت الكلام ده برضو أكتر من مرة، لما أخرج عايز أرجع تاني يعني والله بمنتهى الصراحة ومن غير أي كذب ولا أي انفاق. ولكن الحمد لله يعني تعرف يعني دايما ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، الحمد لله. كابتن شريف شرفتنا ونورتنا حبيبي، ربنا يخليك، سعيد جدا باللقاء ده معاك. ربنا يخليك يا حبيبي، شرفتنا ونورتنا كابتن حبيبي، بنورك ربنا يخليك. أنا أسعد وعايزين ان شاء الله كده نشوف جمهور نادي الزمالك ان شاء الله منور لسه ماتش الشباب ونصر بامر الله ان شاء الله باذن الله. شرفنا ونورنا في الفقره الاولى كابتن شريف اشرف. دلوقتي هنروح لفاصل سريع نستقبل فيه النقاد الرياضيين الصحفي والاحصائي الكبير جدا عبد اللطيف فوزي، معاه الناقد الرياضي المميز هيثم اويس، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. بصراحة يعني النادي كويس جدا بصراحة، والدنيا حلوة فعلا بجد يعني، أنا بحب النادي بصراحة، والنادي يعني الدنيا حلوة بجد، والأسعار جدا يعني حلوة فل يعني، والمستشار ده على راسي، ده قدوتي، ده يعني مثلي الأعلى في الحياة يعني، نفسي أبقى زيه يعني إن شاء الله يعني. القعدات حلوة جدا والهواء برضه حلو فاهم يعني، الدنيا قصدي الجو لذيذ فاهم، أنت فاهم قصدي؟ والأه طبعا ولادنا يعني، مثلا أخويا الصغير ده لو تاه ما بيتجاب في 5 دقايق، 5 دقايق وخلاص ما يطولش فاهم. والله هو النادي يعني المستشار عمل طفرة إنشائية كبيرة جدا في النادي يعني، بقى في أمن وأمان واللعب في نظام، وحتى التمارين بقت بشكل كويس جدا، ويعني بسم الله ما شاء الله النادي بقى يتحول. مش محتاجة ان انا اوصف، تعالى بنفسك اي واحد يشوف في تطور كبير جدا جدا يعني. عايز اقول ان الواحد كان من 10 سنين فاتت كان الواحد بيخجل انه يجيب صديقه او يعمل او اسرته، لا النهارده الحمد لله وفضل الله واخلاص الناس والاداره، نادي الزمالك لا يقل عن اي ريسورت في شرم الشيخ، وده شيء احنا فخورين بيه.
محدش يقدر ينكره. لا ما شاء الله، الله أكبر. نادي الزمالك نادي قيم ومحترم، والطفرة اللي فيه حاجة مبشرة للمستقبل الجميل إن شاء الله بإذن الله، وربنا يكرم الزمالك أكتر وأكتر يا رب. هو النادي كان قبل سيادة المستشار كان يعني في سلبيات كتير، دلوقتي من أول ما مسكوا سيادة المستشار الصراحة الدنيا اختلفت تماما، إنشائيا واجتماعيا، اهتم بالحمامات السباحة، عمل حمامات سباحة كبيرة تسيع الكم الهائل من الأعضاء، عمل وفر بلاي ستيشن مجاني للأطفال وللشباب، وفر البلياردو للشباب بالمجان، ما شاء الله يعني حاجات جميلة قوي. بيعمل رحلات حلوة جدا، مرسى مطروح والغردقة وشرم، بيعمل يعني في يعني ما شاء الله اجتماعيا حلو جدا هايل، ومزيد من التقدم. وبأمل يعني النادي الجديد بتاع 6 اكتوبر يعني انا نفسي يبقى فيه تراك للعجل. الصراحة حلو، استشار مرتضى منصور ظبطه وخلى عربيات الجولف كبار السن، والاستراحات ما بقاش فيها دوشة زي زمان وكده. بنحبك يا مرتضى. تقولي ايه المستشار؟ بحبك يا مرتضى. بنحبك يا مرتضى. بحبك يا مرتضى. بقول نادي الزمالك بحبه، وبحب مستشار مرتضى منصور. شكرا اللي هو عمل لنا النادي الجميل ده. اهلا بكم من جديد في زملكاوي. وصلنا لفقرتنا الاخيره مع النقاد الرياضيين الاساتذه اللي مشرفينا ومنورينا، الاستاذ هيثم اويس. يا استاذ هيثم مشرفنا ومنورنا. اهلا وسهلا استاذ احمد، سعيد جدا بتواجدي معاك. والاستاذ عبد اللطيف فوزي منورنا ومشرفنا. حبيبي يا احمد، انا مبسوط والله النهارده ان انا ابقى معاك باذن الله، وان شاء الله تبقى حلقه خفيفه يعني على الناس ان شاء الله باذن الله. استاذ هيثم، شفت مباراه نادي الزمالك ازاي امام الاتحاد المنستيري؟ طبعا في البدايه انا بعتبر هذه المباراه هي المباراه الافضل لنادي الزمالك خلال الموسم الحالي. طبعا كلنا عارفين الظروف اللي مرت على النادي خلال الموسم، حصوله طبعا على المركز الثالث في الدوري. يمكن اللعيبه قدرت انها تعبر عن نفسها في هذه المباراه رغم قوه المنافس، عكس ما اشاع البعض ان اتحاد المنستيري يعني فريق هين. لا طبعا، نادي الزمالك هو اللي بادر في هذه المباراة وفاجئ المنافس بأداء غاية في القوة. ظهر عدد من اللاعبين بمستوى عالي جدا، سواء في البداية من حراسة المرمى مرورا بالدفاع ثم الوسط وأخيرا طبعا الهجوم. يمكن عدد من اللاعبين ظهروا بشكل غير شكلهم في الموسم، على رأسهم طبعا سيف الجزيري، ويمكن سيد نيمار عقب نزوله واحرازه لهدفين، هدف الثالث وهدف الرابع. شفنا جمل تكتيكيه من الجانبين، سواء الجانب اليمين او الجانب اليسار. ظهر احمد فتوح او اعاد مستواه اللي احنا كنا بقى عارفينه عنه منذ فتره طويله. طبعا يعني استمر شيكابالا واحمد سيد زيزو في ادائهم المعروف عنهم خلال الفترة الماضية. يمكن أنا شخصيا اللي أسعدني في هذه المباراة عودة الزمالك للصلابة الدفاعية. يمكن شفنا الدفاع متماسك، وشفنا خط وسط على أفضل ما يكون، أدى طبعا للنتيجة الكبيرة اللي احنا شفناها بالفوز برباعية مقابل لا شيء. عبد اللطيف، الناس كلها كانت مستنيه في المباراه الاولى انك تكسب، قال لك اكسب المباراه الاولى وبعد كده يحلها ربنا. شفت انت الفوز ده ازاي؟ هي طبعا هي البدايات دايما مهمه، في بداية دور المجموعات بتبقى مهمة انك بتديك دفعة معنوية لقدام. يمكن احنا بنتكلم ان الزمالك في المشكلة اللي عنده الاساسية في البطولات المجمعة او البطولات اللي هي بتبقى فيها مجموعات، ان هو البداية دايما عنده بتبقى بيحصل فيها تعثر. ان احنا يمكن اخر ماتش كسبناه في دور مجموعات ترجع ل 2017 او 2016 كمان انيمبا، لما وصلنا بعد كده النهائي قدام صن داونز. فانت عندك مشكلة دايما في البداية، فطبعا البداية مهمة، خصوصا ان معاك مجموعة تقيلة جدا. انا بصنفها من اقوى المجموعات اللي في البطولة العربية، لان معاك فريق زي النصر وفريق زي الشباب وفريق الاتحاد المنستيري. اي نعم، هو دلوقتي يعني
فنش الدوري في المركز الخامس حصل له دروب، بس برضو تفضل فرقه ليها طموح، وزي ما المدرب بتاعهم قال هم كانوا داخلين ما عندهمش حاجه يخسروها، فكان نازل يلعب ونازل يظهر نفسه. فطبعا مباراه مهمه انك تكسبها دي بتبني عليها للي جاي. اللي جاي انا شايف دايما ترتيب البطوله العربيه في الماتشات بتاع الزمالك هو ترتيب الامثل للزمالك، انك انت بدات بالاقل في المستوى الفني وبتتدرج، يعني بتتلعب الاتحاد المنستيري ثم الشباب بعد كده النصر، ده تدرج بالمستوى. انت لو ربنا كرم وقدرت قدرت تكسب نادي الشباب لازم يبقى فيه طموح انك داخل تكسب مش داخل تلعب على النقطه. لو كسبت الشباب السعودي هتقدر تتاهل لدور الثمانيه، وكمان انت لما تقال دور الثمانيه عندك المجموعه الرابعه الفرق اللي فيها كلها زيك في المستوى الفني، مش بتكلم يعني زيك في المستوى الفني يعني هتقدر تجاريها. انت ما عندك المجموعه الرابعه فيها الرجاء او شباب بلوزداد او الوحده الاماراتي او الكويتي الكويتي، كلهم مستوياتهم الفنيه اقل من المجموعات بتاعه الاولى اللي فيها الاتحاد او فيها الهلال في المجموعه الثانيه، فبتبقى خطوه باذن الله ان انت حتى تقدر بثقه انك توصل نص النهائي. فهو مباراه الشباب اللي جايه اللي هتبقى مباراه عنق زجاجه باذن الله في التاهل. استاذ هيثم، ايه رايك في الاداره الفنيه لاسوري وتصميمه ان هو يلعب بنفس الاسلوب الهجوم، دفاع هجومي، امتلاك للكره اغلب فترات المباراه، شايف ازاي الاداره الفنيه لاسوري في اول المباريات؟ هو يعني اسوري من وجهه نظري هو جاي بفكر معين عايز ينفذه، يمكن هو يعني شايف ان الخطه ديت هي الافضل ليه مع نادي الزمالك. يمكن في طبعا ناس نصحته بتغيير الخطه، ولكن هو الراجل احنا شايفين هو الراجل جاي بفكر معين اللي بيعتمد على الاستحواذ، ويمكن نادي الزمالك حاليا بيقدم كره هجوميه عاليه جدا، احنا يعني كله الوقت حاليا بيشيد بالاداء الهجومي لنادي الزمالك، لسه حته او يعني الحته الدفاعيه بيحاول هو يظبطها، ويمكن مع التدعيمات او عوده الاعارات وعلى راسهم طبعا محمود علاء ثم شفاء محمود حمدي الونش من الرباط الصليبي، يمكن هيدوا له صلابه دفاعيه قويه جدا خلال الفتره المقبله. ولكن هو الراجل عايزين نقول قبلنا يعني شاء من شاء وابى من ابى، هو جاي بفكر معين وبخطه معينه ماشي بيها مع في نادي الزمالك، وبدا على فكره بدات اللعيبه خلاص بقى تهضم الخطه اللي عايزها المدير الفني، هو هيحاول ينفذها في البطوله العربيه عشان يخش بيها بعد كده مع مباريات الكاس والدوري الجديد باذن الله. فاحنا نحاول ان احنا كاعلاميا نساعد الراجل في هذه الخطه، وانا يعني من وجهه نظري انه حاليا هو عايز الهاف ديفندر او اثنين هاف ديفندر مع زي ما قلت لحضرتك في البدايه حته القوه او الصلابه الدفاعيه هي اللي هتساعد اسوري على تطبيق خطته، هي الصلابه الدفاعيه. يمكن شفنا خلال الدوري او نهايه الدوري الموسم المنقضي عدد من الاهداف كانت طبعا سواء لاخطاء حراس مرمى او الاخطاء الدفاعيه، ولكن انا شايف ان هو هينفذ الخطه، والخطه الزمالك هيغير شكله خلال الموسم المقبل. عبد اللطيف، ايه اللي اختلف في اداء الزمالك من مباراة الاتحاد المنستيري واللي شفته منها ومن أداء لاعبي نادي الزمالك ونتيجة كبيرة برباعية نظيفة عن المباريات اللي قبل كده أو أواخر المباريات في الدوري؟ بص أنا دايما مؤمن كرة القدم هي لعبة نفسية في المقام الأول. العامل النفسي لازم نتكلم عليه الأول قبل ما نخش في الفني. دلوقتي إيه الدوافع اللي كان موجودة لما الراجل جه؟ هو جاي في دوري يعتبر اتحسب إكلينيكيا ان هو مش قادر ينافس عليه، الراجل ما كانش عنده بطوله غير بطوله الكاس، هو لحد دلوقتي قدر ان هو ينجح مع الزمالك ويوصل لنص النهائي قدام بيراميدز، وعنده دلوقتي دخل في البطوله العربيه. فالعامل النفسي هو دايما بيفرق، اللعيبه لما تبقى عندها عامل نفسي اللي هو انا داخل بطوله جديده لازم اركز فيها، فدايما هو ده اللي بيدي الدوافع اللي بتختلف على ارض الملعب. تاني حاجه العامل الفني انك انت بتلعب فرقه متقاربه معاك فنيا، بس انا عايز اخد نقطه من اللي قالها زميلي هيثم على تجربه المدرب نفسه. احنا ما نقدرش نحكم على التجربه بشكل كامل لان احنا لسه قدام لسه التجربه يعتبر بتبدا، يعني لسه في موسم هيبدا. فهي اهم حاجه عشان نوفر النجاح للتجربه ان هو نوفر له عوامل الاستقرار، يعني الراجل مستقر طبعا ماديا مرتبه. تاني حاجه الطلبات اللي هو طلبها زي ما زميلي هيثم قال، هو طالب يعني مراكز معينه من الصفقات
دي هتفيد الفرقه الفتره الجايه. بعدها نقدر نحكم على الراجل بشكل اوسع لما يبقى هو معاه قائمته وهو ان هو اللي مختارها ولعيبه اللي هو موظفها بشكل امثل، ويبدا موسم جديد بقى بدوافع جديده، لانك انت بتنافس على دوري جديد فيه بطولات كتيره، تقدر ساعتها تحكم على التجربه بشكل كامل. فانا دايما بقول لك اللي بيفرق من مباراه لمباراه هو الدافع والحافز. انت عندك، انت داخل مباراه تلعب على ايه؟ انا بلعب في الدوري ودوري منتهي كلينيكيا، غير لما انا بلعب على بطوله زي الكاس هتلاقي الزمالك كسب 6، لان انا بلعب في بطوله عندي حافز، بلعب في بطوله عربيه عندي حافز. فالحافز هو اللي بيفرق قبل ما تتكلم على الفني، فدايما العامل النفسي هو المهم. هاخد من كلامك ومن الحافز ومن الجوانب النفسيه اروح لاستاذ هيثم ونتكلم عن، كان في جلسه قبل ما الفريق يسافر مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع اللاعبين. شايف الجلسه دي الى اي مدى اتت ثمارها في اول المباريات؟ طبعا اكيد يعني واضح يعني الجلسة وضحت جدا في أول مباراة مع الاتحاد المنسيري والفوز برباعية يمكن كانت مثمرة. يمكن دايما ودائما وأبدا الجلسات أو أعاد اللعيبة فيما مع مجلس الإدارة بتكون حاجة نفسية زي زميلي ما قال في حديثه، بتدي يعني حاجة شيء جيد قبل البطولات المجمعة. يمكن الزمالك كان خلاص اللعيبة في آخر الموسم كان النفسية كانت إلى حد ما سيئة جدا نظرا طبعا ل سوء النتائج في الفترة الأخيرة، فكانت جلسة طبعا جيدة جدا، بالإضافة طبعا للوفد المسافر مع اللاعبين. يمكن كل دي بتدي ثقة وبتدي طموح عند اللاعبين جديد في التعبير بقى عن أنفسهم في هذه البطولة. يمكن البطولة أنا شايفها بطولة جيدة جدا، فيها عدد من الفرق القوية جدا، يمكن أقوى حتى من المستوى الأفريقي. يمكن جميع الفرق احنا شايفينها دلوقتي، وشفنا نادي الزمالك مع اتحاد المنستيري، ويمكن الـ يعني المنافسين بقى اللي جايين احنا شايفين ان بيقولوا الشباب والنصر، وانا يمكن شفت مباراه الشباب والنصر مع بعض اللي اقيمت بالامس، فرقتين فعلا يعني على مستوى جيد جدا. ولكن انا من وجهه نظري شايف ان الفوز على اتحاد المنستيري هيدي دفعه قويه جدا للاعيبه، ويمكن هم بدات بقى التصريحات هناك تتغير حاليا على نادي الزمالك سواء من الشباب او من النصر، وهم شافوا نادي الزمالك بمستوى جيد جدا امام الاتحاد المنستيري، وبدا خلاص بقى حته يعني ايه بان هم هيلعبوا بكل قوه وبكل نديه في المباراتين القادمتين امام نادي الزمالك بعد تعادلهم مع بعض بالامس. اوسوريو اتكلم بشكل جيد جدا عن فريق الاتحاد المنستيري، وقال ان هو فريق لسه بيتبني، ولكن نادي الزمالك كان عنده الخبرات الاكبر، وفي نفس الوقت اتكلم كمان في اخر مؤتمر صحفي عن فريق النصر وامتلاكه لكريستيانو رونالدو، ولكن هو بيعول وبيراهن على لاعبي نادي الزمالك. شايف تصريحات الراجل ازاي؟ هو الراجل بيحب دايما يدي تصريحات فيها حافز نفسي، هو عايز يحفز اللعيبه اللي احنا يعني. هو النهارده كان ليه تصريح مع صحيفه الرياضيه السعوديه، كان حوار مطول يعني، هو اتكلم في نقطه ان انا واجهت رونالدو قبل كده في ساعه ما كان مدرب للمنتخبات اللي هو خاض فيها، وانه كسبه يعني ما خسرش منه، وان انا مش بخشى النصر عشان مليان نجوم، احنا كده كده بنلعب على حافز معين. بس طبعا الكره دايما زي ما انا قلت لك عامل نفسي، بس طبعا الفني بيفرق يعني. انت بتلعب كوكبه من النجوم في النصر. كمان في نقطه مهمه الناس مش واخده بالها منها، ان النصر هو الفريق الوحيد السعودي اللي خاض وديات وعنده استعداد، يعني هو لعب اكتر من 5 مباريات، هو جاهز فنيا وبدنيا وهيبقى جاهز. لكن انت بالذات انت يعني هو دي 3 مباريات، مباراه الشباب هو خاض قبلها انتر ميلان في اليابان، فهو راجع لعب بنظام شوط وشوط، تشكيل وتشكيل، رايح العناصر الاساسيه في الشوط الثاني وبدا بيهم بشويه في الشوط الثاني بتاع الشباب. فهيجي قدامك هيبقى هي دي المباراه، وكمان النتائج هيبقى عايز يتصدر المجموعه، فهتبقى المباراه صعبه جدا. فعشان كده ارجع اقول لك ان هو مش عايزين كلامنا يبقى كله عن مصر، ان هي مباراه الشباب هي مباراه التاهل. مباراه الشباب وكمان الشباب في عنده كان عنده اجانب كثيره مشوا، فهو حاليا ما بيعتمدش غير على حارس المرمى من كوريا الجنوبيه، وعنده بانينجا اللي هو الكابتن بتاع الفرقه، وفي لعيب كولومبي في نص الملعب، كوريلا برضه لعيب قوي جدا في نص الملعب، ما هو من اميز اللاعبين في نص الملعب، ما بداش بيه. بس هو يعني انا قصدي ايه، الشباب برضو اقل كواليتي من النصر، ولكن كمنظومه خلي بالك هو اللعيبه فيه تجانس
مفنشين الموسم مع بعض، مفيش تدعيمات جديده لسه هتخش وتعمل انسجام، بس عندهم برضو ان هو جاي لهم مدرب جديد لسه هيبدا، هو اللي هياخد مباراه الزمالك. خلي بالك المباراه النصر كان بياخدها المدرب المؤقت، هم تعاقدوا مع مدرب جديد مارسيال كايزر هو اللي هيقود مباراه الزمالك، فهو مدرب جديد طبعا دوافع جديده يعني. فانا بقول لك هي المباراه دي هي اللي تبقى من الاصعب، لان هي اللي هي اللي هتحسم بطاقه التاهل الثانيه مع، انا من وجهه نظري مع النادي النصر، يا اما تحصل مفاجاه بقى ان هو تبقى الشباب بينافس النصر، بس دي صعبه شويه. فهي دايما مباراه الزمالك والشباب هي اللي هتبقى حاسمه للتاهل، فعشان كده بقول انا اتمنى ان يبقى كل التركيز عليها، يعني ما نتكلمش عن النصر دلوقتي او الاسوري يتكلم عن النصر دلوقتي، يعني التركيز هيبقى على مباراه الشباب افضل طبعا. استاذ هيثم، رايك في عوده المعارين؟ وكان في قصه مهمه جدا، قصه القيد، وقدر ينجح فيها المستشار مرتضى منصور انه يقدر يقيد اثنين من اللعيبه اللي عائدين من الاعاره، احمد زكي وحمدي علاء. شايف ازاي المجهود ده مع اثنين لعيبه واعدين جدا وكانوا بيلعبوا مع فرقهم، خصوصا حمدي علاء كان بيلعب مع البنك الاهلي بشكل مستمر، شايف ازاي يقدروا يفيدوا نادي الزمالك في المباريات اللي جايه؟ طبعا هي يعني اي لعيب حاليا الزمالك هيتم هيقيده هتبقى طبعا صفقات جيده جدا. الزمالك محتاج عدد من الصفقات، يمكن حمزه علاء استكمالا لكلام حضرتك، لعيب حمدي علاء لعيب يعني عالي جدا، انا شفته في اكثر من نادي، لعيب اظن هيفيد نادي الزمالك. يمكن احمد زكي انا شخصيا يعني ما شفتوش قوي، بس هو اكيد هيبقى اضافه جيده، لان اسوريو مش بيضم اي لعيب او مش بيوافق على ضم اي لعيب، خاصه في ملف المعارين تم عرضه عليه قبل ما يتم الموافقه عليه. ويمكن برضه في يوسف اوباما، بس هي في مشكله في القيد وممكن يلحق في لقاء النصر يعني لو جت البطاقه الدوليه، طبعا برضه هيبقى صفقه او اضافه جيده جدا لنادي الزمالك نظرا طبعا لخبراته الطويله مع النادي طبعا، ولعبه بقى او احترافه الفتره اللي فاتت في الدوري السعودي. الزمالك استاذ احمد محتاج اي صفقه خلال الفتره المقبله، زي ما قلت لحضرتك انا في البدايه، يمكن برضو محمود علاء اما يتم قيده برضو هيبقى اضافه للدفاع، ولكن هو مصاب عامه يعني هو مصاب بالظبط. انا يمكن انا برضو شايف ان اوسيريو هو خلاص يعني حاطط عينيه على عدد من او القوام الاساسي اللي هيخوض بيه هذه البطوله، مش هيخرجوا بقى من التشكيل اللي لعب بيه لقاء الاتحاد المنستيري، ويمكن هم لعيبه حافظوا بعض، هو عايز توليفه معينه يقدر يكمل بيها خلال الفتره المقبله مع عدد من الاضافات بقى فيها هتبقى على الدكه، زي كده ما اجرى تغيير بسيد نيمار ونزل واجاد بشكل ملحوظ واحرز هدفين، كان يعني كان تغيير كويس جدا، بالاضافه طبعا لباقي التغييرات اللي اجراها في ماتش اتحاد المنستيري. هنكمل كلامنا مع عبد اللطيف واستاذ هيثم، ولكن هنروح دلوقتي لتقرير مع اعضاء الجمعيه العموميه من الزمالك وكلام مهم منهم ونرجع مره ثانيه. طبعا هو فارق كبير جدا من نادي الزمالك قبل مستشار مرتضى منصور وبعد مستشار مرتضى منصور، يعني فارق كبير جدا زي فارق زي بين السماء والارض، يعني انت نادي الزمالك كان فين وبقى فين؟ اراديا واجتماعيا وانشائيا. يعني هو اكتر رئيس نادي خد بطولات يعني في تاريخ نادي الزمالك، ف يعني لو قعدنا نتكلم من هنا للصبح مش هنشكره يعني ولا هنديله حقه يعني. بس ما حسيناش ان نادي الزمالك بقى نادي بامانه الله الا في عهد المستشار مرتضى منصور بامانه، يعني بفتخر ان انا قاعده في نادي الزمالك. تختلف اختلاف كلي طبعا بين النهارده والامس. قول يا فندم بقى ايه اهم الاختلافات دي؟ زي ما انت شايف كده المباني اللي موجوده دي لوحدها، الحدائق المعموله ديت ما كانتش موجوده خالص. اولا كمان كان في ناس بتدخل دي للاسف، كمان الامن النادي اتغير عن زمان. الاسعار بتتغير لما يكون المستشار مش موجود، بس فبتفرق كتير اول ما يكون هو موجود غير ما يكونش موجود. يعني النادي حلو جدا بالمستشار مرتضى منصور، يعني اما كانش موجود كان النادي وحش، اما كان بيكون موجود بيكون النادي حلو وبيكون السباحه حلوه. هو المستشار برضو ربنا يبارك له يعني فرق كتير جدا في النادي، كان النادي دايما حتى في الصور اللي بتبان كان في فرق فعلا قبل كده قبل الناس اللي كانوا ماسكين، واول ما جه لا
تطور جدا في العاب، في انشطه، في اساسا في قعده حتى كنادي اجتماعي ونادي رياضي. الناس استفادت جدا من بعد ما هو جه فعلا، ومش هنا بس، كمان في المرسى برضو بقى تحفه يعني. الذي حصل خلال الفتره من عام 2014 الى الان نهضه عمرانيه غير عاديه في نادي الزمالك. نحن طبعا من محبي ومناصري نادي الزمالك في الجمهوريه اليمنيه، ودائما ارتبطت اليمن بنادي الزمالك عبر الكابتن علي محسن مريسي الذي كان من نجوم نادي الزمالك في الثمانينات. بجد حضرنا في 2002 في 2005، لكن الان الذي يحصل انه تدخل نادي اوروبي بجميع المؤهلات الرياضيه، اصبح نادي الزمالك منصه رياضيه عالميه، أصبحت فيه منشآت تضاهي الأندية الأوروبية، وهذا الفضل يعود بعد الله عز وجل للمستشار مرتضى منصور. أنت الأب الروحي بتاعنا، وإحنا من غيرك بصراحة ما نقدرش نقعد في نادي الزمالك. الفترة اللي هو كان غايب فيها كان نادي الزمالك حاجة صعبة جدا يعني، فإحنا بنحبك ودايما عايزينك معانا، وربنا طولنا في عمره يعني. رجعنا لكم مرة تانية في زملكاوي مع الأستاذ هيثم عويس والأستاذ عبد اللطيف فوزي. أستاذ هيثم، رأيك في كلام الناس عن نادي الزمالك والأجواء داخل نادي الزمالك؟ طبعا كلام واقعي جدا، ديت أكتر ناس هي اللي تقول الإيجابيات والسلبيات. يمكن شايفين الناس كلها بتشيد بالإنشاءات داخل نادي الزمالك، ويمكن أنا شخصيا يعني بشوف ده بعناية، مش كلام وخلاص. فعلا النادي تحول يعني مختلف عن الفترة السابقة، تحديدا منذ يعني تواجد المستشار مرتضى منصور على رأس يعني مجلس الإدارة. حاليا نادي الزمالك بقى فيه في كل حاجة تقريبا يعني. النادي أصبح مدينة مصغرة داخل النادي، في الناس كلها حاليا، يمكن فترة الصيف الناس كلها بتقضي أيامها داخل نادي الزمالك. فده طبعا يعني تقرير واقعي جدا من داخل نادي الزمالك، من أعضاء بقى يعني ملهاش بيقولوا ايه ولا كده ولا كده. الناس بتقول اللي هي شفاء بعينيها. يمكن عدد حمامات السباحه اكبر نادي حاليا في عدد من حمامات السباحه، الاستضافه والمطاعم والكافيهات وكل شيء داخل نادي الزمالك. فده طبعا يرجع طبعا لمجلس الاداره بقياده المستشار مرتضى منصور. عبد اللطيف، لفت نظري مشجع يمني زملكاوي وبيتكلم عن كابتن علي محسن، طبعا كان هداف تاريخي للعرب في مصر، نجم من نجوم اليمن. فدي حاجة مميزة جدا برضو بترسخ عند الناس اللي بينكروا ان نادي الزمالك شعبيته كبيرة في الوطن العربي. لا، يجوا يشوفوا في ناس موجودة وبتحب نادي الزمالك وبيعشقوا نادي الزمالك. لفت انتباهي قوي المشجع الزمالكاوي. ده حقيقي، ويمكن يعني بعيدا كمان عن المشجع، انت شايف الحاله اللي بنعيشها من امبارح مع المعلق السعودي الكبير عبد الله الغامدي، والحاله اللي دايما فيها الزمالك عند الصوره بتاعت الزمالك عند دول الخليج والاشخاص اللي بيتابعوا الكره المصريه وعارفين قيمه الزمالك ازاي، يعني الطفره اللي موجوده في الزمالك. عشان كده انا دايما بتمنى ان نبقى نشوف للزمالك فرع واثنين وثلاثه على احدث مستويات. فرع 6 اكتوبر، ربنا يكرم فرع ثاني وثالث. الحته الناس بتبص علينا، لا الناس فاهمه قيمه الزمالك وعارفه قيمته وبتضيف لي. يعني امبارح الراجل يمكن طلع معاك في مداخله واتكلم وانت سمعت بنفسه يعني هو فرحته بردود افعال جماهير نادي الزمالك ازاي، والبهجه اللي دخلت عليه، لان هو ما توقعش رد الفعل ده، لان هو ادى الزمالك حقه. بس ادى الزمالك حقه. فدايما انا بقول لك لا، الدول الخليج والعرب كلهم عارفين قيمه الزمالك كويس جدا تاريخيا يعني. استاذ هيثم، كان في لفته جميله جدا من المستشار مرتضى منصور انه يصمم ان عبد الشافي يبقى متواجد لدعم ومؤازره لاعبي نادي الزمالك في البطوله العربيه. شايف اللفته دي ازاي؟ طبعا لفته رائعه جدا جدا للاعب افنى حياته في نادي الزمالك. يمكن لاعب عمرنا ما سمعنا صوته سواء في تجديد او
عقب حتى ما جاء يحترف قال انا عايز احترف، عمره ما كان بيعتمد على الشو الاعلامي في اي شيء. فده طبعا حاجه كويسه جدا من مجلس الاداره او من المستشار تحديدا مرتضى منصور، انه فعلا اصر على تكون حتى يعني خاتمه ليه، حاجه كويسه جدا. محمد عبد الشافي لعيب من اللاعبين القلائل الدوليين في نادي الزمالك في الاونه الاخيره، كان لاعب اساسي مع منتخب مصر، ويمكن اما رجع من اهل جد عقب احترافه عمرنا ما سمعنا صوته، سواء عمره قال انا عايز العب او ما العبش، ما عمرنا برضو ما قلنا ما حسينا اي او عمل اي مشكله مع اي لاعب داخل نادي الزمالك. فدي طبعا يمكن اكون اخر حاجه مع نادي الزمالك، فكانت طبعا لفته طيبه جدا جدا من المستشار مرتضى منصور. دلوقتي هنروح نشوف فيديو للمستشار مرتضى منصور وحديث في بعض الملفات الهامة، ونرجع لكم مرة تانية. مرحبا بكم اعزائي مشاهدي قناة نادي الزمالك في كل مكان، متواجدين الان داخل نادي الزمالك، اقبال كبير جدا من اعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك جايين يستمتعوا بكافة الخدمات المقدمة هنا داخل نادي الزمالك. يمكن اعضاء الجمعية العمومية يمكن كنا مسجل معاهم من شوية، الناس مبسوطين جدا بكل حاجة متواجدة داخل نادي الزمالك، الانضباط القوي اللي موجود من قبل طبعا سيادة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك اللي منورنا ومشرفنا دلوقتي. سيادة المستشار متشكرين. هو بس سؤال، هم عايزين ايه من نادي الزمالك؟ هم عايزين ايه من مرتضى منصور؟ الناس زمالك امبارح فرحان جدا، كسب 4 في اول يوم في البطوله، بقى اول المجموعه، بطوله صعبه، ودي قلت قبل كده دي اول خطوه. بعض السوشيال ميديا الزملكاوي بعض شكر ارض الملعب وشكر النجيله وشكر اللعيبه وشكر الجهاز الفني وشكر المذيع، وانا برضو بشكره لانه حاجه راقيه محترمه، ونسي يشكر رئيس النادي اللي عمل كل دهون. هو مش عايز، فانا سعيد بيهم. يعني بقول لك شكر النجيله شكرها، لكن الفرحه دي لازم يبقى وراها مصيبه. ازاي تفرح ومصيبه جزء منها للنادي المنافس بيعملها وانت عندك بتشير اللي عاملين نفسهم زملكاويه؟ انا لقيت رساله جايه لي الصبح اهي، ثانيه واحده، انا بحب دايما بالمستندات، بسم الله الرحمن الرحيم. واحده بعتها لي رساله بتقول لي محتاجه رد عدوى على الحادثه الفرد الامن بعد اذنك عشان اعرف ارد. هو حضرتك صفتك ايه؟ لا انا رد، انت مالك؟ فسالت لو بيجي لي شكوى قد كده من غير بقى يعني من اللي بعت، فقالوا لي واقعه من سنتين تقريبا، ما اعرفش مش فاكر كنت انا موجود رئيس نادي ولا لا، بس اللي انا فاكره لو انا كنت رئيس نادي بقطع رقبه الامن، اللي انا فاكره، وده بيحصل كل يوم، فرد امني يتجاوز اعضاء عارفين بره فصل. لغايه ما جاء لي هذا الشاب محترم يقول لي انا فلان مين؟ مش عارفه. فقال لي انا بتاع فيديو النهارده، فقال لي انا اللي متصور في الفيديو اللي من سنتين تقريبا. اولا ما كانش المكان ده كله موجود خالص، البوابه دي كانت هناك في الاخر خالص، تمام؟ فقال لي حصلت مشكله بيني وبين العيال بتوع الامن، طبعا مش فاكر دول ايامي ولا مش ايامي، لان دي انا دايما بنجيب شركه يعني، ولما حد بيغلط بنفسخ العقد كله. وحصل اشتباك وضرب، انا شفت الفيديو طبعا، انا ما شفتوش ساعتها خالص وما اعتقدش انا كنت موجود، لان ده شغل بلطجه. طب من امتى الكلام ده؟ من سنتين. بيتشاير النهارده ليه؟ عشان الزمالك طلع من البدرون وبقى في السماء في اول ماتش. طب ما احنا عايزين بقى نشوه. طب احنا ما شكرناش رئيس النادي اللي جاب اللعيبه دي كلها والمدير الفني، وعمال يزق يمين وشمال عشان ربنا يكرمهم، وقعد معاهم هنا قبل الماتش وشجعهم. لا احنا عايزين نعمل اي مصيبه تقريبا. من قد ايه ده؟ اولا نعرف نفسك الاول. انا علي حازم الديب. حصل الموقف ده من سنتين، كانت مشاده مع الامن عادي وبتاع، كان في رمضان وفي حر و
كان في مشكله عايز اعدي من بوابه وهو بعد ما عرفوا ان انا او غيري انا عايز اعدي بس مش اكتر. والفرد الامن كان يعني كانوا بلطجيه الصراحه، بس حصلت مشاده وبتاع وخناقه خلصت وطلعت الاداره والموضوع اتحل والناس دي اتفصلت. والموضوع فعلا يعني انا شخصيا نسيته، يعني انا شخصيا نسيته. 3 مليون اسمه فيو، 3 مليون فيوز و فيوز اسمه ترند فعلا. ليه؟ ثانية واحدة بيه، انت عايزين من نادي الزمالك هو في ايه؟ ده في مجازر في النادي الاهلي، روح شوفوها. من سنتين جايت شهر النهارده، اشمعنى النهارده؟ عشان كسبت امبارح 4. طب ما انا عايز اكن عليك، واللي عمل الفيديو ده مش هيتساب. بس انا بوريكم احنا هنكمل دلوقتي. انا اقسم بالله اول مره اشوفه دلوقتي، اقسم بالله انا اول مره اشوفه حالا. واحد يقول لي انا اسمه فلان، انا فلان والده، عرفت انه الله يرحمه محترم حازم الديب، تمام. ده هو فاكر ولا انا فاكر؟ كانت ايامي، لان انا اللي فاكره لما شفت الفيديو منه دلوقتي ما شفتش القذارات دي. البوابه دي كانت هنا، البوابة دي متغيرة بقالها سنتين يا جماعة، لكن عايزين ننزل دلوقتي. فأنت أكمل نكمل بس الموضوع سريعا. فبس اتخانقت مع التلات ولاد دول، والموضوع ساعتها خلص فعلا. مفيش واحد صاحبي على الواتساب امبارح بيبعت لي بيقول لي أنت كويس؟ ف أنا الحمد لله تم في حاجة ولا إيه؟ فلقيته يقول لي خناقة إيه؟ أنا ما اتخانقتش، نادي الزمالك. فقلت له انا مش فاهم حاجه، اتكلم لو سمحت. اسمه باليتا بالمناسبه، ما علينا. فبس فبعت لي الفيديو. ف الفيديو طب ايه اللي طلعه؟ طب ماني اللي طلعه كلاب الضاله، اللي طلعه يعني كلاب الضاله. في كوارث بتحصل بسبب الفيديوهات دي، موضوع من سنتين. ما اعرفش انا تقريبا ما كنتش موجود من سنتين، ما انا بتحل بقيت انسى زيك، بتحل وبتجمد وبتحبس وبتعزل عادي يعني عادي. انا مش عايز اشغل ولادنا في البطوله العربيه، احنا دلوقتي بندعم وواقفين ومركزين. ف عشان كده بقول له انا لا فاكره انا كنت موجود ولا مش موجود، لكن اللي انا اعرفه ان الاعضاء عارفين. لو عيل بس من الامن يعني ايه لسانه طال شويه العيد، بشطق بفصل. بعد ما كسبنا امبارح عايز طلعنا، ده نادي بلطجه والراجل اتضرب وتعوق. وبعدين ما هو ليه اسر يا جماعه بتسال عليه ايه اللي حصل؟ عمل ذعر زي بالظبط لما بتقعدوا تنشروا من حين لاخر وفاه مرتضى منصور في حادث، وفاه عادل امام. هو ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ انتوا مين؟ انتوا مش عارفين ده بيعمل ذعر للناس اللي نشر، مش هسيبه. ليه؟ لانه اولا انت بتعمل ذعر في النادي الزمالك، نادي الزمالك النهارده فيه 70,000 خصيات، يعني خصيات ناس، لا فيها 70,000 تمام؟ وياما خناقات بتحصل في النوادي وفي الشوارع، في كل النوادي. انا ولادي اعضاء في الجزيره بتحصل خناقات، في الصيد بتحصل خناقات، تمام؟ في الاهلي يا نهار ابيض، ده ضرب يا جماعه يا عم، ده الجمهور دخل ضرب حسام غالي وضرب الواد التاني اسمه اللي مش حسام قلب الملعب حسام عاشور، محدش يتكلم. وجينا على واقعه من سنتين، انا فاكر انا كنت محبوس ايامها ولا متجمد ولا محلول ولا معزول. ف انت اسمك ايه؟ علي الدين. استاذ علي، استاذ علي شخصيه محترمه، وهو اللي بدر قدام حتى استاذ محمد شاهر كلهم كانوا قاعدين، وجي قال لي انا مش عارف ايه الست اللي لما بعت الرساله ليها للاخوه المسؤولين فينا في النادي، فقالوا لي وقع من سنتين ومش فاكر اذا كنت موجود انت ياما ولا لا، ولو انت كنت موجود تلاقي العيال دي مثلا اتعلقت من رجليها وفسخنا العقل وفسخنا العقل. فكفايه بقى، كفايه. وانا بتاع المصايب بس، ما انتوا ما خلطتوش حد، ما شكرتوش امبارح. ده النجيله شكرتوها تاني، النجيله شكرتوها، والمذيع الجميل عبد الله حاجه جميله وشكرناه. طب ورئيس النادي بقى بتاع المنظومه دي؟ لا 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 لا، ده بقى في ضرب علي، وان النادي ما فيهوش امان وبيموت الجماهير وبيشتم الجماهير. اشكرك يا علي انك انت جيت، ومصر كلها هتشوفك دلوقتي. انت حصل خير والله، بس اسمك ايه؟ ياسو. ايه؟ ياسو؟ ابني. والدك ده بجد؟ مستشار؟ لا مش انت ياسين؟
ياسو ماشي يعني اسمه ايه؟ ياسو معانا في الفيديو، هو في الفيديو معانا. بس هو في الفيديو خلاص. هو معانا في الفيديو ده. الناس كلها اطمنت عليك يعني. والله ما في حاجه، اقسم بالله ده كلام. هو خلاص ما فيش حاجه. الزمالك مش عاوز اقول لحضرتك بيعشق تراب الزمالك جده سياده، هو اسمه سياده احمد سياده. بقول لحضرتك وحضرتك سلم عليك كذا مره قبل كده، بيعشق نادي الزمالك وبيقول لك ربنا يديك طول العمر. ماشي يا ريس. شكرا. سلم على سياده المستشار وقول له شكرا. ايه؟ يلا. اللي بيحب سيادتك. يلا. شكرا يا ريس. يلا يا يوسف. رجعنا لكم مره ثانيه بعد فيديو توضيحي بقى لكل الناس اللي بتحب تصطاد في الماء العكر. الراجل جه قال ده الفيديو ده من سنتين. استاذ هيثم تعقيبك على الفيديو. يمكن تعقيب هيكون تعقيب بسيط جدا. كلمة المستشار مرتضى منصور كفاية، يعني كفاية على أعداء النجاح، الناس اللي بتحارب النادي عمال على بطال، سواء على السوشيال ميديا أو عن طريق الصفحات المأجورة. يمكن احنا كلنا كنا عشنا يوم بالأمس سعيد جدا عقب الفوز بربعية على اتحاد المنسير، ولكن الراجل صيحي بيقول من نوم على حاجة من سنتين، الحق واللي حصل والامن ومش الامن. طبعا الكلام كله كلام فارغ، الراجل قاعد جنب المستشار بيقول الكلام ده اصلا من سنتين وما حصلش اي حاجه، وعمل له ظهر. يمكن قال لك صديق لي اتصل بيقول له انت عامل ايه ومش عارف ايه. طبعا كلام فارغ. طبعا الحاجات دي كلها احنا حاليا كلنا اصبحنا عارفين هذه الصفحات، ويمكن ناس بتمول هذه الصفحات. بيقولوا الفيديو عمل 3 مليون رغم ان الفيديو من سنتين، فشيء طبعا شيء مضحك طبعا، ومأساة اللي بيمر بيها نادي الزمالك من بعض دعاة الفتنة والناس اللي هي بتقول على نفسها ان هي زملكاوية، ولكن طبعا هي بعيدة كل البعد عن تشجيع نادي الزمالك. فاحنا او انا شخصيا بقول يعني بشد على يد ايد المستشار مرتضى منصور. طبعا هو الراجل متماسك جدا وبيحاول يوفر الماديات لفريق او لبناء فريق جديد لنادي الزمالك في السنوات المقبلة، واحنا طبعا يعني عارفين المعاناة اللي حاليا بيعانيها نادي الزمالك. فطبعا يعني انا شخصيا يعني بقول له ما تزعلش من هذا الهجوم، انت واخد على كده واكتر خلال السنين اللي فاتت، وهو اداه قدود باذن الله. دايما خلي بالك استاذ هيثم، قبل اي حاجة او بعد اي حاجة لنادي الزمالك تلاقي حاجة زي كده. نادي الزمالك خد الدوري، تلاقي في الجهة المقابلة يطلعوا اي حاجة، اي كلام، اي خبر. تفتكر لما نادي الزمالك خد الدوري الموسم قبل اللي فات ده، زيزو مشي خلاص، زيزو كان مشي بالنسبة للمواقع والصفحات، خلاص زيزو زيزو سافر خلاص، وزيزو بقى في نادي الزمالك. دايما يعني مع كل حاجة إيجابية بتحصل لنادي الزمالك لازم يطلع شائعة كده. بالظبط بالظبط. لا لازم يعني لا لازم يعملوا أي انتكاسة للفريق بحيث يعملوا فركشة في داخل الفريق او بين جماهير نادي الزمالك. يمكن السوشيال ميديا حاليا اصبح مؤثر جدا عند الجميع، والناس للاسف في ناس كتير بتصدق هذه الخرافات، ولكن طبعا بيطلع رئيس النادي المستشار مرتضى منصور يكذب كل هذا في الفيديو. يمكن ده افضل حل لعلاج هذا الامر خلال الفتره المقبله، ان الراجل بيطلع بنفسه وبيجيب زي ما بنقول كده، هو بيحب كل شيء بالمستندات، بيجيب بالمستندات الحدث او الحقيقه وبيقولها للراي العام وبتتذاع على قناه نادي الزمالك. عبد اللطيف ملك المستندات والاحصائيات، فكرنا كده بكم حاجه فعلا حصلت في نفس الاطار ده. هي ده، بص، هي دايما الـ 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 الاشاعات وزي ما انت قلت الحرب ما بتخلص، يعني هي احنا المفروض خلاص مستمرين معايا دايما موجوده، ودايما هتبقى موجوده، بس احنا دلوقتي في عصر زي ما بنقول الانفتاح الاعلامي والسوشيال ميديا والمنابر الموثقه، فتقدر تنفي زي ما حصل دلوقتي، تنفي بكل سهوله الواقعه وتجيب صاحبها والموضوع بيبقى بسيط جدا. فاي حد بيلجا ان هو هيدي اي حاجه زي ما انت بتقول كده هتتنفي بكل سهوله، او هيتم توضيح الامر بكل سهوله، لان برضو بيبقى في حاله من التشتيت، لان اللعيبه دلوقتي محتاجه زي ما انت بتقول. احنا بنتكلم في البطوله العربيه. زميلي هيثم كان بيتكلم ان الزمالك بيواجه مشاكل، مجلس الاداره والمستشار مرتضى منصور في مشاكل كبيره بيعانوا منها ماديا الفتره دي، فالبطوله عندك البطوله العربيه مهمه عشان كده، ولازم توصل الرساله دي للعيبه. البطوله مهمه، وانت تقدر انت الحمد لله كسبت اول مباراه، بس انت عندك مباراتين جايين صعبين جدا، فالمكسب ده هيوصلك
يعني تساعد حتى الدنيا، يعني انت حتى لو قدرت وتصنع يعني ان شاء الله مش هقول المعجزه بس تصنع يعني قدرت توصل للنهائي، انت باذن الله في النهائي تبقى ضمنت 2.5 مليون دولار على الاقل، كسبت البطوله دي يعني هي حاجه صعبه بس انا بتكلم يعني ما فيش صعبه ما فيش مستحيل في كره القدم، بس تقدر 6 مليون دولار هيحلوا ازمات كتيره جدا جدا بتواجه الزمالك، وطول ما الزمالك اللي عنده الدنيا مستقره كنتائج في كره القدم تلاقي الفريق مسيرته كويسه، واي باب اشاعات او انتقادات او حرب بتوجه عليك بتتقفل. الحرب والانتقادات والمشاكل بتوجه امتى؟ دايما لما يبقى في تعثرات او في تذبذب مستوى، فدايما هي دايما كده، هي دي كره القدم وهي دي الاجواء اللي احنا بنعيشها، طبيعي بيبقى في هجوم طب بس في المساله بسيطه جدا تطلع توضح توضح الامر للجمهور زي ما حصل من المستشار مرتضى منصور، والدنيا بتبقى بسيطه يعني جدا. خلي بالك انت بتتكلم في حته ان في استقرار فني، ما بتلاقيش اي حد بيسيب نادي الزمالك في حاله، لا تلاقي فيه كلام كتير جدا. لما بيبقى فيه استقرار اداري بتلاقي فيه كلام اكتر برضه، تلاقي فيه حروب كتيره جدا على نادي الزمالك من كافه الجبهات، تلاقي ايقاف لرئيس مجلس الاداره، تلاقي مش عارف ايه في ايقاف لارصده نادي الزمالك، قصه بقت حزينه جدا. يا سيدي سيب نادي الزمالك، سيب الدنيا يبقى فيها منافسه، يعني الواحد بيتضايق جدا لما بيلاقي جبهات كتير جدا بتحارب نادي الزمالك. يعني ناس كانوا في نادي الزمالك اصبحوا دلوقتي اعداء لنادي الزمالك، انا دلوقتي خلاص انا مش موجود اذا انا احارب اللي موجود، مصلحته الشخصيه غلبها على مصلحه النادي، فبيفضل كل شويه يدور على اي ثغره يضايق بيها نادي الزمالك او يعمل بيها مشكله او ازمه لنادي الزمالك. فانت برضه في حته كارثه لحته ان الناس اللي كانوا محسوبين على نادي الزمالك هم دلوقتي اللي بيحاربوا نادي الزمالك. عشان كده انا بقول لك احنا في الاوقات دي المفروض نقفل ودننا. تقفل ودنك تماما ومن جميع يعني كله، احنا ورا الفرقه ورا الزمالك، ده الكيان احنا وراه كلنا بندعمه، لان الانتصار البطوله اي مكسب ايجابي للزمالك ده بيعود على كل المنظومه بدايه من مجلس الاداره بالكامل لاصغر حد، ده بيعود على لانها هي لعبه جماعيه فهي بتعود، فلازم الناس تفهم كده، هي كره القدم هي لعبه جماعيه، فالحرب دايما هتبقى موجوده زي ما انا قلت لك. الزمالك زي ما انت بتتكلم، انت احنا 2023 انت اخر 20 سنه شوف متغير عليك كم مجلس اداره، فترات مش مستقر، المنافس عندك بتتكلم في ثلاث مجالس ادارات من لحد دلوقتي من 2002 يعني بتتكلم 21 سنه ثلاث مجالس ادارات، طبعا ده بيدي استقرار كبير جدا للفرقه وخلاص بقى بيبقى فيه نظام انت ماشي، فطبعا المشاكل دي دايما هتواجه. بس انا نصيحتي دايما لاي حد والمستشار مرتضى منصور وكل مجلس اداره، يا جماعه نقفل ودادنا في يعني ما نسمعش الكلام السلبي، لان لو ركزنا مع الكلام السلبي مش هنقدر، ما حدش هيقدر يشتغل، البيئه نفسها مش هتساعد في الشغل، فلازم نقفل ودادنا جميعا، كل الناس المحسوبه على الزمالك، ده انت قلت لي الناس المحسوبه كلها على الزمالك، لازم كل الناس ما تركزش في الحاجات السلبيه، تاخد الحاجات الايجابيه هي اللي تبرزها، لما تبرز الحاجات الايجابيه بتتقدم وتمشي الخطوات ثابته باذن الله. طبعا مش كل الناس، احنا بنتكلم على بعض الناس اللي كانوا متواجدين ودلوقتي ما اصبحوش. انا بكلمك متواجدين. انا امنيتي ان كل اللي محسوبين على نادي الزمالك يبقوا خلف الفريق ويدعموه، لان الانتصار نادي الزمالك هو انتصار لكل الناس، يعني مش انتصار لفرد ولا هي لكل الناس. عبد اللطيف شرفتنا ونورتنا. حبيبي يا احمد انا سعيد والله انا كنت معك. استاذ هيثم شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا استاذ. شكرا. شرفنا ونورنا نقاد الرياضيين المميزين الاستاذ هيثم عويس الاستاذ عبد اللطيف فوزي. انتهت حلقتنا من زملكاوي، ان شاء الله على امل لقاء في حلقه جديده بكره من زملكاوي، الى اللقاء.